بسم الله الرحمن الرحيم. طاب يومكم مشاهدين الكرام مع أول أيام ختام المرموم 2021. شهدنا التحديات الكبيرة اللامتناهية، شهدنا الأشواط المثيرة سواء في ميدان المرموم أو كذلك في ميدان سيف العرب. دعم كبير لهذا المهرجان من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وكذلك برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ليصل هذا المهرجان إذا إلى ما نراه الآن من أشواط مثيرة ومن تسعيرات رائعة ومن دعم لا محدود. أهلا بكم معنا في الأصايل في أولى حلقاتنا المواكبة لمهرجان ختام المرموم 2021 من اليوم تاريخ 3 أبريل إلى آخر الأيام تاريخ 12 أبريل. سنتواصل معكم يوميا بالتقارير واللقاءات الصباحية وكذلك اللقاءات قبل انطلاقة أشواط الرموز أشواط المساء. دعوني بداية أرحب بمحللينا الأفاضل ونبدأ بالزميل رامس محمد العامري. أبو محمد مسيك بالخير وانطلاقة رائعة لختام المرموم. أمسي عليك بالخير أبو خليفة وعلى إخواني المحللين والمشاهدين خلف الشاشات، وإن شاء الله نقدم شيء طيب يليق بالمهرجان وصاحب المهرجان الله يطول عمار شيوخنا اللي دائما كل مهرجان أفضل من مهرجان، وكل مهرجان طال عمرك نشوف الجوائز ونشوف التسعيرات اللي تفرح من لك الحلال ويعرب يطول عمارهم ويفرحهم، هذا ما تعودنا عليهم الله يعزهم. اللهم امين. عبد الله حمد بن بهيان، ابو حمد مسيك بالخير. يا مرحبا ومسهلا يا ابو خليفه، مسي عليك وعلى ابو محمد وعلى ابو مبارك وعلى الساده المشاهدين امام الشاشات، ونقول عوده حميده لختام المرموم 2021 ختام الختاميات. عسى الله يفرحنا ان شاء الله وياكم، يعودنا عليه كل سنه وكل حول، ويعود راعي هالمهرجان عليه بالصحه والعافيه. هذا المنظر اللي نشوفه خلف الاستديو اللي افرح الجميع، هذه السيارات الموجوده السيارات الفاخره، عسى الله يوفق ان شاء الله جميع المشاركين في هذا الختام. اللهم امين. سيف مبارك الحبزي مساء الخير. مرحبا بك يا ابو خليفه، مساك الله بالنور، مسي عليك وعلى اخواني المحللين ابو محمد وابو حمد والمشاهدين امام الشاشات، ونتمنى لهم مشاهده شيقه في هذا الختام المنتظر من لدى الجميع بفارغ الصبر، ينتظرون هذا المهرجان. العام ما كان حاضر بسبب هذه الجائحه، ولكن ياتي ويعود في حله جديده. نتمنى التوفيق ان شاء الله لجميع المشاركين والناموس لمن سيفوز ان شاء الله في هذا المساء ومن فاز في الفتره الصباحيه. نعم ابو محمد، فرحه كبيره لمهرجان ختام المرموم، يعني نحن نقول العام ما كان شيء مهرجان بسبب الظروف الحاليه، لكن الان عودة هذا المهرجان، عودة هذا العرس الكبير التراثي الذي يشكل مهرجان أساسي ورئيسي في مهرجانات سباقات الهجة. والله أبو خليفة مهرجان ختام المرموم ينعد من ركل الأساسية في الإعداد الملاك الحلال، يعدون له ويجهزون له الحلال السبق ويشترون له. فعودة مهرجان المرموم بعد جائحة كورونا أثلج صدور ملاك الحلال وفرحنا. هذا المهرجان اللي صراحة كل مهرجان نشوف الجوائز نشوف التسعيرات نشوف طال عمرك الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهد الأمين الشيخ حمدان محمد الله يطول عمره، نشوف المهرجان نشوف الجوائز السيارات الغيمة. أبو خليفة تأكد كل التأكيد دائما شيوخ الله يعزهم عيونهم على المواطنين، عيونهم على ملاك الحلال، بغض النظر طال عمرك المواطن والخليجي صحيح. همهم طال عمرك مرضات الجميع، همهم طال عمرك الشيء اللي يستفيدون منه ملاك الحلال من الجوائز من التسعيرات ومن الشيء اللي يفرحهم ويرد عليهم مردود مادي سواء من الجائزة السيارة الغيمة أو طال عمرك من التسعير اللي تفرح خواطرهم. فنحن متعودين على مكارم السخية من سمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهد الأمين، فهالشيء ما نستغربه، فرحانين بالمهرجان وفرحانين بعودة اللحمة الخليجية والمشاركة الغطاب كلها في هالمهرجان من أبناء الخليج سواء في المؤسسات سواء طال عمرك في أبناء القبائل. هذا الشيء هو أكبر ناموس وأكبر فرحة اللي يجمعنا اليوم في المرموم في العرس الخليجي الكرنفال اللي كل ملاك الحال ينتظرونه على أحر من الجمر. فنقول شكرا سمو الشيخ محمد بن راشد على طوله في عمرك، ويا ربي يطول عمر الشيخ حمدان محمد اللي أكرموا ضيوف المهرجان بالجوائز وبالتسعيرات وبكل علم طيب، وهم هلا العلم الطيب من أول وتالي الله يعزهم. اللهم آمين. أبو حمد، نحن موسمنا الماضي وموسمنا الحالي نحس في نقص، الماضي كان ما في ختام المرموم،
هذا الموسم هذا أول ختام كبير في دبي وهذا ختام المرموم. نحس أن بدت تكتمل جميع مفاصل هذه الرياضة ومهرجاناتها بتواجد هذا الختام. بالفعل أبو خليفة إحنا العام الماضي شفنا الغاء ختامي المرموم وهو ذلك كان إجراء احترازي لسلامتنا وسلامة المشاركين بسبب جائحة كورونا، والحمد لله سباقات الهجن عادت على طبيعتها من بداية الموسم في الميادين كلها في ميادين الدولة واستمرت لين وصلنا اليوم ختامي المرموم ختامي الختاميات. الفرحة الكبرى أبو خليفة أن طول عمرك نعود على هذا الختامي بمشاركة جميع دول مجلس التعاون أخواننا سواء على مستوى هجن أبناء القبائل أو على هجن أصحاب السمو الشيوخ، هذا هو العرس الكبير التراثي الكل يفرح به. وكذلك أبو خليفة أن طول عمرك الموسم هذا استثنائي أن الختاميات كلها موجودة في هذا الموسم، ختام الشحانية العام الماضي ما كان موجود السنة شفناه، ختام المرموم العام الماضي ما كان موجود السنة نحضره حاليا، عسى الله يوفق إن شاء الله الجميع، عسى الله يوفق جميع المشاركين. ختامي مدعوم من جميع النواحي، جوائز قيمة، سيارات فاخرة، تسعيرات قيمة، ما عليك إلا تحضر السبوق وتشارك بها ويبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. احنا شفنا لفت أبو خليفة اليوم أول مرة نشاهد في ختامي المرموم سباق ينطلق يوجد على ميدان الثاني المضمار الثاني اللي هو مضمار سيف العرب. نعم. اليوم شاهدناه لضيق الوقت اندمجنا اليوم ركضوا تقريبا 60 شوط، 30 شوط في ميدان البث المرموم و30 شوط في ميدان سيف العرب، ندل على شيء يدل على الإدارة الناجحة تخطيط المسبق، ويبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لجميع المشاركين. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، بنشهد أيام حلوة إن شاء الله في هذا المهرجان، وإن شاء الله أن كل اللي حاضر في هذا المهرجان ما يطلع خسران منه. شو رأيكم في هذه الفكرة؟ سيف العرب في ركض والمرموم في ميدان دستور كذلك، وفي ميدان مرموم في ركض أبو محمد، يعني نحن نقدر نشغل ميدانين في نفس الوقت لخدمة جماهير هذا المهرجان والأعداد الغفيرة والكبيرة. صحيح، هذه من أفضل فكرة صارت أبو خليفة لخف الزحمة، زحمة السيارات المتابعين وأيضا الأعداد المشاركة. مثل ختامي المرموم يستقطب أعداد غفيرة وكبيرة من كل دول مجلس التعاون الخليجي يأتون للمشاركة، الكل يعد للعدة لهذا الختامي استعدون لي. لو أنت تشوف اليوم الأسماء لو تستعرض الفائزين تشوف أسامي كان اليوم أول ظهورها، ليش؟ نعم. لأن المطية تمر بوعكات صحية، المطية تمر بضلاعة، تمر فاليوم استعادت صحته فلحق أنه يركض في ختامي المرموم اللي صادفت مطيته مرض أو شيء، فالناس تعد العدة أبو خليفة والبعض ظاخر مطيته لهذا الختامي ولهذا المهرجان الكبير، فالناس أبو خليفة مستعدين وكثرة الأعداد المشاركة في الأشواط 60 وفوق 60 مشاركات اليوم شاهدناها في الفترة الصباحية. فاليوم بعض الأشواط في سيف العرب وبعض الأشواط في المرموم هذا طال عمرك ما عطى أريحية للمشاركين، بقل طال عمرك تخفيف الأعداد في الشوط، المسايرين أيضا في الميدان. فاليوم الناس كلها مستانسين على هذا القرار الصائب أن توزع الأشواط في الميدانين في ميدان سيف العرب وميدان المرموم. فهذا اليوم شفنا المنافسات القوية أبو خليفة من كل دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الإمارات، سلطنة عمان، وأيضا دولة الكويت. شفنا المشاركات اليوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية. اليوم ما صارت هذه لأبناء الخليج فقط أبو خليفة، لو تشوف الفترة المسائية مشاركة من أمريكا أخونا قاسم دافود، مشاركة أيضا في أشواط الرموز. فشوف اليوم مرشح. صارت هذه الرياضة مرشح غير ترشيحك أنت مع نيكول قبل أبو خليفة، هذه الرياضة أصبحت ما أصبحت اليوم محلية وخليجية، أصبحت عالمية. فالمشاركات هذه اللي تصير ونشوفها اليوم على أرض الواقع هذا طال عمرك ما يفرح ملاك الهيجن أن هذه الرياضة أصبحت عالمية. شفنا مشاركة أخواننا اليوم قاسم دافود مشارك في الفترة المسائية، وأخواننا إن شاء الله القادمين إلى هذه الرياضة. نعم أبو محمد، توزع الحلال ما بين المرموم وما بين سيف العرب. والله أبو خليفة دائما نحن المرموم يسعدنا بكل طال عمرك ما هو جديد في مجال سباق الهجن، وهالميدان مسمى أعتقد أنه بميدان الذكي، فيشكرون الغايمين على هالنادي على رأس
علي بن سرود اكتبي واخوانه اللي في نادي دبي. اليوم نشوف شغل احترافي ابو خليفه بغض النظر عن مهرجان المرموم. يعني نشوف مهرجان ينقسم الركض القسمين في نفس الوقت وفي نفس الانطلاقه. هذا دليل على الكادر الوطني المميز اللي عنده الفكر الراغي او الفكر اللي معدله قبل المهرجان. فاليوم نشوف مهرجان مركاض مهرجان ثاني صح. بدا في سيف العرب، نشوف المهرجان الثاني بدا في المرموم. هذا يعطيك مؤشر ان في توجه لزياده عدد الاشواط في المستقبل. هذا الدليل، وبالتالي زياده الجوائز وزياده المشاركين وزياده يعني امور كثيره ممكن ترتبط بخليفة بشكل عام، زياده في كل شيء. بخليفة هذا دليل طال عمرك كنا نعيش مهرجانين في مهرجان واحد صح. يعني اثنين في واحد، نشوف مهرجان في ميدان سيف العرب. هذا الدليل على القوه في نادي دبي، على تمكين الامكانيات من اللجان اللي في المهرجان، من طال عمرك الجوائز، من النقل، من اي شيء طال عمرك في نادي دبي نشوفه جديد ويكون يظهر مظهور يليق بالمهرجان ويليق بالضيوف اللي جايين هالمهرجان. شفنا قله الحلال او قله المشاركه في السيارات في الزحمه، شفنا المشاركه في سيف العرب، شفنا المشاركه في المرموم. هذا دليل يا ابو خليفه على ثقة المعازيب الله يطول أعمارهم ودعمهم لهذه الرياضة وتسخير الإمكانيات لما هو أفضل في هاي السنة والسنة الجاية. دائما المرموم يتحفنا بما هو جديد، بما هو طال عمرك يفرح ملاك الحلال. فنقول شكرا يا علي بن سرود أنت وإخوانك اللي في نادي دبي، وبيض الله وجوهكم. نشوف مهرجانين في مهرجان واحد، هذا دليل على الإمكانية والاحترافية اللي وصلها نادي دبي. فهذا طال عمرك ما يستغرب عليهم. دائما الشيخ محمد هو سباق للأمور اللي يكون سابق الناس الثانيين، سواء طال عمرك في مجال الركض، في مجال البحر، في جميع المجالات الرياضية. فنقول شكرا لنادي دبي وعسى الله يقويهم ويفرحهم إن شاء الله. نعم، نذهب إلى الأشواط الصباحية، نتابع ماذا جرى في ميدان المرموم مشاهدين الكرام من تحديات ومن إثارة ومن نتائج كانت طيبة في هذا الميدان. 30 شوط مع 30 فايز مع تقريرنا الافتتاحي في ميدان المرموم. مع إشراقة شمس اليوم بدأت التحديات في ميدان المرموم في أول اللقاءات في الختامي المنتظر. 30 شوطا لسن الحقايق أعطت إشارة العودة للمنافسات. 6:30 صباحا كانت موعد انطلاقة أول أشواط الإبكار على مسافة 4 كيلومترات، وهنا أثبتت الشبابية لمحمد بن سعيد بالحلوة الكتبي أنها اسم على مسمى، وتمكنت من تحقيق الانتصار مسجلة زمنا وقدره 5:51 وجزء من الثانية. حيوا شبابي، حيوا شبابي، حيوا بن حلوة، حيوا بن حلوة، يا سلام سلام بن حلوة سلام. السيارة الثانية في رصيدها، سلام يا اخواني سلام. والله الحمد لله جهوزها جهوز زين، مسابقة حاصل على سيارة في الوثبة، مسابقة في ميدان الطي، وعندها عدة سباقات. خبرني عنها. والله سلالة تطعمك أبوها الشبابي وأمها بنت لمح البصار. الشوط كيف ريته؟ والله الشوط فيه صعوبة بسيطة لكن السبوق ما عندها مشكلة. الخطورة وين كانت في الشوط؟ متى محركينها؟ والله في آخر كيلو لكن شوية تعرغلة عند 200 متر، لكن الحمد لله هذا كل شيء توفيق برب العالمين. الشوط الثاني للجعدان المفتوح كان النصر حليف الفارس لسعيد بن علي بن عبيد الكتبي الذي وصل لخط النهاية أولا ب5:50 وجزء من الثانية. من هنا من هذا الميدان المرموم المرموم المرموم، تحية واحترام علي بن عبيد بن رشيد الكتبي على فوز الفارس بأول أشواط القعادين. تهانينا والناموس، سلام وتحية يا أبو عبيد. والله الفارس طيب ما قصر أدى، والفارس ينحدر من سلالة فارس العاصفة أمه بتمقلوع، والقعود طال عمرك عنده اشتراك في دبي سابق وعنده في الوثبة سابق ديوان أو الشوط الأولي، أمس حاصل على المركز الثاني الشوط الأولي في ختامي الوثبة. الشوط الثالث للأبكار المحليات انتزعت الهبيبة لخليفة بن سالم بن سهيل الخيلي المركز الأول بعد أن قدمت عرضا قويا
أنهت به السباق في 5 دقائق و40 ثانية وجزئين من الثانية. إلى مقدمة الشوط، العين في المركز الأول، العين في الصدارة، أحمد بن عبيد بن مبارك، الوصول الجديد الهبيبة، خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي، وصلوا أهالي رماح، وصلوا أهالي رماح، خطيرين للغاية، ولكن العين، روح يا أبو مبارك، روح أحمد بن عبيد بن مبارك، ولكن الهبيبة، 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 رماح، 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 على الصدارة، على المركز الأول، هذه الهبيبة. تتقدم خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي. المركز الثاني، هناك العين، أحمد بن عبيد بن مبارك. الشوط الرابع للجعدان المحليات، أثبت المخريل لمحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي أنه فارق عن خصومه بعد أن قدم مستوى قوي مكنه من تحقيق النصر والفوز، مسجلا زمنا وقدره 5 دقائق و50 ثانية و7 أجزاء من الثانية. المخريل على الصدارة، بدأ يبعد كل الأسماء، بدأ يبعد كل الأسماء، تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، والسلام يا العويل، سلام وأسعد الله صباحكم بكل خير مع هذا الانطلاق، تهانينا والناموس لمالك المخريل المركز الثاني. جميل أن نرى السلالة الشبابية تقدم أفضل المستويات في جميع الميادين. هذه السلالة النادرة التي أثبتت وجودها سواء في سن الحول والزمول أو كذلك في سن الحقائق، في كل عمر هذه السلالة تعتبر من السلالات النادرة. والشبابية هي اللي انتزعت الشوط الأول لمحمد سعيد من حلوة، نقول لها الناموس على هذا الأداء الجميل والرائع، ومو بغريبة على الشبابية. لا والله يا أبو خليفة، الشبابي طال عمرك نارا على العلم، هالبعير الوحيد اللي ما ذاق طعم الهزيمة في جميع المراحل، فما نستغرب منه الانتاج الطيب والنوعية الفاخرة اللي نشوفها في مهرجان المرموم من حب مبارك والنومس الراعي الشبابية بن حلوة. في البكر هاي سبوق، وقبل الركض فيها كلام أبو خليفة يرشحونها، أغلب الناس اللي يعرفون هاي البكر يعرفون ماضيها يرشحونها، فنحب مبارك والنومس الراعي الشبابية. والشبابي طال عمرك ماركة أبو خليفة تتعب المشاركين. اذا عندك منت الشبابي العربي يحسبون لك الف حساب، ونشوف نحن في هالمهرجان ابو خليفه كثرت بنات الشبابي وعيال الشبابي في اكتساح الاشواط في افضل توقيت في اشواط الرموز، حتى على اشواط ابناء الشيوخ اللي هم في المؤسسات نشوف تالق واضح من انتاج الشبابي، فهالشيء ما يستغرب عليه. الشيخ حمدان محمد مراهن على الشبابي أن هالبعير على سبقه وعلى سلالة اللي نحذر منها أن بيكون بعير من أفضل الزمول في الخليج كإنتاج طال عمرك، الناس يستفيدون منه جميع أبناء الخليج. وطال عمرك نقول الله يطول عمره اللي فاتح بيبان الزمول الشبابي وغيره، والناس يستفيدون منه. واليوم نشوف مردود فتح الزمول من المؤسسات، اليوم نشوفهم في الميدان، نشوف انتاج الشباب، نشوف انتاج مخلاب، نشوف انتاج زمول الرياسة والعاصفة، واليوم طال عمرك تسبق مطية من زمول الشيوخ فتنتقل لحد المؤسسات، ونشوف لها حضور
في المهرجانات الجاية بشعار المؤسسات سواء العاص والرياس الشحانية هجن زعبيل بغض النظر عن الشعار، فهذا طال عمرك دليل على نظرية شيوخنا طول عمارهم بأن الزمول يستفيدون منهن جميع أبناء الخليج. نعم. وهذا طال عمرك يكون مردود مادي على أصحاب الحلال يا أبو خليفة، اللي يبيعها صعبة واللي يبيعها طال عمرك ويسابقه، فتبقى سلالة الشبابي هي اللي عندها الأفضلية بحكم ماضي الشبابي، بحكم سبق الشبابي، بحكم تألق هالبعير. شو رأيك؟ الشبابي ماركة أبو خليفة نوخت لها ما تذكره؟ أقول لك ماركة ماركة البعير ذي طول عمرك استفادوا العرب، باعوهن مداني وباعوهن عشاء، باعوهن عشارة، باعوهن مداني، باعوهن عزف، باعوهن حيران، باعوهن فاريد منه، والحين ما شاء الله في ميادين أركضن وثبتن وجودهن. الشباب ينبثن بخلا ما أنك خسران صح. صعب وخليفة بتاع عندك السنة عليه على قيام تسعيرة، والحمد لله هو ما خلف الهزر ما شاء الله تبارك الرحمن. انتاجه مبدع في جميع ميادين، امس شفنا على مشاركاته من بنت ما اخذ السيف في ختام الوثبه، نعم، هي ولاده ما اخذ رمز الثنايا في الشحانيه الشاهنيه الشاهنيه. فاقول لك في السنه الصغيره اركضنا، في السنه الكبيره اركضنا، اكبر عياله في الحين في الشحانيه اخذت سيف قعوده الثني يا ثاني على الرمز، يا ثاني على الرمز واحد اللي شارجن العاص، واللي سبق الفتره الصباحيه بنت الشبابي، بنت ما شاء الله في كل ميدان له بصمه، في كل ميدان له بصمه. وعندك الحين الليلة حق سابقة، لكن نهار سابقة حايل، أكبر عيال أربعية الناقة أكبر بذرة، وما شاء الله في كل عمر نعزل 2013 نعزل تقريبا بنت الحين العام الماضي من 7 سنوات. اليوم أبو حمد المقطع رمستك الأشواط الرموز، لو نشوف الكشف الشبابي الشبابية الشبابي الشبابية، فكل شوط تلقاه 2-3 على الشبابي، وزمول العاصمة اقبال كبير على الشبابي مره منه حيل للانتاج، اقبال كبير العام الماضي كاس الثنايا فعليده صح، وكاس الثنايا العام الماضي اللي اخذت كاس الثنايا الشبابيه لاحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، واللي اخذت في الختامي شبابيه بنواس، واليوم الفتره الصباحيه شفنا بنت الشبابي الشوط الاول والشوط الثاني في القعدان سلاله الفارس، ايضا في الشوط الاول والثاني كلهم في الشبابي والفارس. شوف كلهم من افضل الزمول ينعدن مع الشيخ حمدان، وكلهم من محميه العاصفه، محميه زمول هجن العاصفه، الشبابي الشوط الاول، الشبابي الشوط الاول، الشوط الاول قعدان الفارس، كلهم من انتاج محميه زمول هجن العاصفه. المحميه هذه ما شاء الله فيها نخبه زمول، وما شاء الله غذن الخليج بشكل كامل، نخبه من الزمول، مثل الشبابي، مثل الفارس، مثل المخلاب، مثل ادهم، مثل لو بنعد بغانا حلقه وحلقتين وثلاث ما شاء الله من الطارف. الله يطول عمر ابو راشد. ديك السنه يخبرونا عن سالفه واحد من لماعه يا ينوخ لزمول العاصفه، فبغى شاهين بن عويضان وشاهين بن دغاش، وشاف زحمه العرب كلهم قابضين دور يبغون ينوخون، وهني بعيره الشبك في زمول الاوليات ولا درابه ما يعرفه وشو. نعم. قال اني بقعد تريا بينوخ تريا الدور يدوس البعير ولا ما يدوس، نوخ البعير ذي. قالوا لي عيال يا ابوي بنت ريا الزمول قابضين زام عليها. نعم. قال لهم لا حمدان ما هو حاط بعير عادي في الشبكه، كلها زمول عادلات، ونوخها بتاعت في الوثبه مليونين. سبحان الله. ذاك البعير شو اللي من كل من الطارف تعالوا نوخ، كلها زمول عادلات. مره انت من توصل المحميه مره نوخ. هو الرجال صادق انه قال ما الشيخ حمدان ما بيحط الشيء العادي الا الزين. فالشيخ حمدان موفر من افضل الزمول، والعالم استفادوا، والعالم باعوا، واللي من السعوديه لين عمان وهم مستفيدين من الله ثم من هالزمول. والله ذكرت السنه سرنا وياك المحميه، نعم ابو حمد كنا بنصور تقرير وغرزنا وردينا شفنا لا صورنا تقرير لا سيرتكم مباروكه وخليفه اليوم نشوف المؤسسات سواء مؤسسه هجن الرياسه او هجن العاص او زمول المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد الله يطيب ثراه، نتمنى السنه الجايه ابو خليفه ان هل الاقتراح يدرسونها اصحاب الغار الله يطول اعمارهم، هم سباقين بكل علم طيب صحيح، ان يكون طال عمرك في نهايه الموسم مثل تسليم البيرق، مثل طال عمرك مسابقه البيرق للانتاج او للمفتوح، ان يكون في تصنيف الافضل بعير منتج او حاصد رموز، التصنيف يكون ابو خليفه من سن الحقائق لين الحول، المطيه اللي سابقه في جميع المهرجانات اكيد انا راعيها طال عمرك، انا بدون سلالتها يوم تسجيل، انا تنحدر من سلاله سوى الشبابي ايا كان من الزمول،
يسجل طال عمرك كان أبوها أهل بعير من المؤسسة الفلانية أو من بعير حد من الإماعة، فتنفحص دي أن وتكون طال عمرك أبو خليفة حصيلة من جميع المهرجانات بأفضل بعير سجل نقاط أو سجل رموز في هالمهرجانات باختلاف المهرجانات أبو خليفة. نعم. هذا بيكون اليوم نشوف كثير من الزمول أبو خليفة بس تتغير مسميات. اليوم يقول لك والله عندي بكرة سبوق لكن بنت بعير يمكن شوي بعيد عن الأضواء، فإذا صار هالاقتراح ويتدون بعير يكون من أفضل الزمول في الخليج من إنتاج من سن الحقائق لين الحول، فحص لأن كل مطية سابقة تنحدر سالتها مثل الشباب في الحقائق. فحص في النادي والاتحاد موجودة السلالة موثقة. موجودة لكن كثبات أبو خليفة أن تفحص هاي المطية على البعير نفسه اللي تنحدر منها السلالة على أساس طال عمرك المصداقية أبو خليفة. صح. فنهاية الموسم عند تسليم البيرق وتسليم البيرق الإنتاج أن يكون تصنيف لأفضل بعير في الخليج كحصد لرموز في جميع المهرجانات سواء طال عمرك عند البدو او عند الشيوخ، فهني بيبين البعير ابو خليفه اللي هو مثل الشبابي او مثل غيره من الزمول، بيتصنف على راس القائمه على اساس تكون صوره واضحه لجميع ملاك الحلال، لان خلاص هاي تدون للتاريخ ان البعير فكره طيبه افضل بعير البعير اللي تدون لانه يكون نهايه الموسم ابو خليفه بناء على الانجازات في اشواط الرموز في اشواط الرموز سواء في البدو او الشيوخ، تنفحص هاي المطيه على البعير نفسه، فإذا ثبتت البعير الفحص أن أبوها الشبابي ولا أبوها غيره تنحسب نقطة للشبابي في المهرجان الجاي نفس الطريقة. فهذا دليل أبو خليفة على تميز البعير. اليوم أهل العزب يقولون والله البعير فلاني منتج، شاهين بن عويضان منتج، الشبابي منتج، زمول الرياسة منتجين. فإذا احتط هل الجائزة أبو خليفة التكريم سواء ممكن أتوقع ممكن يفوز فيها شيء من زمول البدو. نعم. ويروح بغيمة مثل طيب. ما شفنا مثل شاهين بن عوضان ب20 مليون طيب. ب15 مليون. مبارك أتوقع ما يأيدك في النقطة هذه. والله أبو مبارك له وجهة نظر وأنا ما يا أبو مبارك ما أجبره أنه يوافق على رأيي، لكن أبو مبارك هالرأي أباسمع رأيي. فكرتك وصلت أباسمع رأيي، شو رأيك؟ فكرة زينة مثل ما ذكر أبو محمد أن الزمول كلها زينة، والزمول طال عمرك شفنا في مختلف المحافل أن كل ما محتفل طال عمرك نشوف السلالات تكون حاضرة سواء يبار أو شاهين، وكل السلالات حاضرة ولا يستهان بها. مهم أن يكون هناك تصنيف لأفضل بعير في الموسم. فكرة مميزة مثل ما ذكر أبو محمد، فكرة مميزة أن بعد نهاية الموسم يصير طال عمرك إحصائيات وش البعير اللي تألق في هذا الموسم إنتاجي سواء على صعيد البدو أو الشيوخ. وإذا تألق ولا مطعم رمزة مبارك إذا تألق يكون بشيء رسمي إثبات أبو خليفة فحص الدي إن إن اللي في المختبرات. ثاني شيء أبو خليفة هذا التصنيف أو هذا يمكن الفرز بهذه الطريقة وتحديد البعير الأفضل بناء على النادي والاتحاد، يعني مو مثلا اجتهاد شخصي من شخص، لا يكون المكان والمصدر موثوق. إذا ما دعمه الاتحاد أو سواء الأندية ما راح يستمر هالشيء أبو خليفة. نعم. وما راح يكون له مصداقية كبيرة. أكيد نحن اليوم نشوف أبو خليفة يمكن في تواصل اجتماعي في الميارس فيه مياحد وفي معاشاه في الزمول وفي السلالات، واحد يقول لك والله جبار، واحد يقول لك والله شاهين، والله الطاير. فإذا صار التصنيف أبو خليفة هنا راح يوقف الكلام، راح يبين البعير اللي بناته مخلات رموز في أبناء الغبائل أو في سواء أبناء الشيوخ. نعم. وراح يتصنف لأن أفضل بعير في موسم 2021 البعير الفلاني من المؤسسة الفلانية أو من الزمول البدو، وتكون له جائزة تسليم عند في نهاية الموسم مثل ما تسلم البيرق الإنتاج. تسليم لمنو الجائزة؟ صاحب المؤسسة. إذا المؤسسة مثل هجن الرئاسة يكون من ينوب منها، إذا من العاصفة من ينوب من هجن العاصفة، إذا كان بعير من البدو ينوب صاحب البعير طال عمرك راح يستفيد وراح يبيع مبلغ مثل ما شفنا مثل ما تعودنا. صح. آخر مثال أبو خليفة بعير بالدليل العامري اللي بنت همسية سبقت بنته وخاتها رمز، انتقل للبعير سيدة مبلغ وقدره الهجن العاصفة. فاليوم هالاقتراح أبو خليفة راح يبين الأفضل بعيد في الخليج، وراح إذا هو من زمول العامية تصدر الغائمة راح يروح مبلغ وقدره. صح. صح. مثل ما عودنا سمو الشيخ حمدان محمد مشتريات الزمول مبالغ كبيرة زين مثل ما ذكر أبو محمد، بس أن زمول البدو تكون مع زمول الشيوخ فأكيد أن زمول الشيوخ بتتغلب على زمول البدو مو بشرط. كثر المناخات اللي عليها العالم كلها توافد على محمية محميات الشيوخ. صحيح. نعم. صحيح. والمؤسسات فإذا زمول العامية تسوى هذا الطبق حق زمول العامية بتكون أنها أفضل للعامية وللبدو، أن
فاذا انت ما تقدر تقارن بزمول الشيوخ مع البدو لان كثره المناخات في المحميات يعني بشكل كبير. لو انت تشوف في فيديوهات اللي انتشرت الناس اللي تاتي من كل دول مجلس التعاون شو ابو خليفه مو بشرط الكلام اللي يقوله ابو مبارك في زمول البدو. يوم نشوف الاحصائيه ان اكثر الرموز من زمول البدو في زمول كثير ابو خليفه, لكن اذا صار الفحص دي ان راح يبين الحقيقه والمصداقيه في انتاج البعير نفسه. في كثير من الناس نحن ما نعم الناس كلهم, لكن في ناس يقول لك والله ابوها الشبابي عشان يبيع بدل ما يبيع مليون بيعها مليونين على الشبابي صح. او بعير منتج ومطراي. فاذا صار فحص دي ان ما زالت موجوده هذه مثبته ما زالوا يقولوا بهالطريقه خليفه مو كل الناس مو كل الناس لكن انا اقول لك كفحص دي ان ان راح يثبت المصداقيه في سلاله المطيه وفي انتاج البعير. طيب مبارك ما زال لا 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 اكثر الناس عندهم مصداقيه وعرب هالذمه وكلهم كلام لا 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 مبارك مبارك انا ما اقصد ذمه الناس انا اقول لك في قله من الناس والعرب عندهم تصريف وعندهم اللي يمشي في هذا الدرب اصلا ما بيوصل المكان. لكن طال عمرك اكثرهم الناس خاصه هالركض وخاصه هالركاب عرب من يعطيك كلمه الكلام واحد لا بس كلام ابو محمد واضح يقول لك ليش الدي ان اي يوضح مصداقيه يعني في عدم مصداقيه. بمبارك انت لا قلت لي هل انها موجوده؟ قلت لك لا ابو خليفه في كثير من الحلال بتاع على زمول معروفه صار الفحص طلع العكس. فاذا صار الفحص الدين ان انا وهو صادق ابو مبارك انا ما اشكك في ذمته وما اشكك في مصداقيته بس كاثبات البعير نفسه. ونحن ما نعمل كلام على الناس كلهم, العرب فيهم خير وعندهم مصداقيه لكن نقول لك فيه قله. بس اذا صار الفحص دين ان راح تبين المصداقيه اللي هي 100% راح يعني يتسكر يعني الموضوع. يقول لك لا ابو مبارك يعني فيه والله انت لو قل له انت سالتني قلت لي هل انها موجوده هاي الظاهره ان واحد يبايعك مطيه وهي مو بنت الفحل الفلاني يقول لك بنت فلان او البعير فلاني وهي تظهر؟ انا اقول لانها مو موجوده, هذه اختفت. يمكن انها كانت فيها قليله انا اتوقع انها اختفت. انا هل الركاب من يقول لك مطيه؟ فاذا انت يا راعي المطيه انا اقول لك سلاله وما وتشكك عندي وبتصير المختبرات مزحومه والعالم انت اذا انا ما راح اشكك في ابو مبارك. انا ليش اشكك في ابو مبارك؟ في فحص دي ان ان في كثير من الحلال في كثير من الحلال المطيه بتفحصها؟ لا لا ابو مبارك اكيد انت يوم ما تاخذ كلام الريال الحين عصام في يوم يبتاع عن حشاوين صعب مثلا في مزادات كل واحد مصنف بفحص دي ان ان صح. انت جيت لقيت عندي حاشي مثلا قلت لك باكر ذي ابوها الشبابي ولا ابوها حي الله بعيد, قلت لي عبد الله بيني وبينك الفحص تقاطعنا بقيمه وشل اسحب الدم هار روحك ويبت المختبر. في كثير ما يطلع نفس بعيد وفي كثير نعم. والاغلبيه تطلع نفس بعيد تباركنا بالراي. هذا الراي يرجع نعم. للشاري يعني هذا اتفاق بينك وبين الشاري, اتفاق بينك وبين الشاري. بس الافضل كتصنيف للزمول انا الشخص اصدقه وعنده مصداقيه الناس والعرف فيهم خير, لكن نقول لك في قله وهذا الشيء حاصل كثير من الناس يشترون حيران او فطامين قال لك ابوها فلان راح فحصه انا طعت على البعير الثاني. هو الشخص عنده الريال هذا اللي قال ابوها فلان بعد عنده كثره انتاج فين بعد معلوم ابو خليفه يعني الحين نقول ما نشكك في مصداقيتهم. الحين الشخص عنده دوام طرش العامل ولا من ينوب منه راح ينوخ البعير الفلاني راح طعمك العام انه وخل البعير حي الله بعير لقحت قال لك والله فلان البعير الناقه لقحه على البعير الفلاني فانت بطيب نيه صدقت العامل او غيره وقلت الانتاج الشبابي مثلا فحصت المطيه في المختبر طلعت غير الشبابي. وكثير دي ترى صاير ابو خليفه خاصه في السن الصغير في الصعوب تفحص يطلع لك غير ان السلاله اللي كانت عليها. ونحن ما نشكك في مصداقيه الناس, العرب كلهم فيهم خير والعرب ونعم بس الدي ان ان راح ينهي هالموضوع ابو خليفه كتثبيت السلالات. نعم في كلام ابو محمد, هو ابو محمد قال هو يبغى تكريم الفحل المنتج اكثر كتصنيف يعني من بدايه الموسم في جميع المهرجانات يكون حصيله للزمول المنتجه. زمول وايد اللي الحين المهرجان ما يحتكره بعير ولا بعيرين او ثلاثه. انت لو تلف على المهرجانات كلها في من زمول البد وبنات ماخذات رموز, في من زمول اللي مع بنات الشيوخ بنات ماخذات رموز. لكن هو ابو محمد كفكرته انه يتصنف البعير بمسماه بعدد حصيلته رموز. انتاج عياله بالرموز ويكون له تكريم سواء كان يتبع لمؤسسه من المؤسسات او طول عمرك لحد من البدوان. لكن الحين الوقت الحالي على كثر
كل بعير كان عنده عام عنده بدوي ولا عنده شيخ مصنف دمه موجود دمه في المختبرات ومحطوط إن كان مهجن أو محلي أو سوداني ودي إن إيه موجود. أنت يوم بتشتري بينك وبين الشاري اتفاق، بينك وبين البايع اتفاق، عيبك حاشي عنده، عيبك مطية مركضة. وأنت مثلا اشتريت رغبة أكثر في سلالته، نعم، رغبة في سبقه بالإضافة إلى سلالته، اتفقت بينك وبينه على الفحص السلالة، وهذا شيء ما بينك وبينك شاري. لكن كحصيلة أنت الحين في المهرجانات إلا هذه الطريقة، الفكرة اللي يقولها أبو محمد لازم تكون مدعومة من كل مهرجان. يعني أنت كل مهرجان يثبت سلالة، لكن يقول لك أنا حد بيك بيقول لك أنا ما أبغى يثبت سلالة مطيتي، أنا مشارك في رمز لكن خدت رمز يمكن ما شراي ما أعرف وش بوها، ما أبغى يثبت سلالته. فهي بيكون يعني فيها شوية صعوبة. صعوبة لا مو صعوبة، لأن راح يغض النظر من سلالته وفحصة، يمكن النظر الغرض غير السلالة. البعير واضح، بعيرك اللي انت كان سواء محلي او مهجن راح يبين بعيرك. في بعضهم يقول لك والله انا ما راح اثبت السلالة، ليش ما ثبتها اذا هي في جائزة لافضل بعير؟ طيب ليه شو الغرض؟ شو المشكلة اذا ما يثبت المطية اللي عندك انت يا راعي المطية؟ اذا ثبت سلالته، الا اذا عندك اللي قبل شوي نتكلم فيه اللي بعير مو متأكد منه، انا مشتري مطية مو متأكد، او من وخى البعير مو متأكد ومسمى البعير شيء ثاني عن اللي نحن راح يفحصها دي ان ان. بس سواء التصنيف في المحلي وفي المهجنة او سواء طال عمرك في مسمى المطية. ما فهمت ابو حمد، ما فهمت علي. هو القصد يمكن ما يبغى يثبت سلالته ابو محمد، يقصد اذا يعني ما يبغى يحجب عشان ما يصنف هذا عشان هو ينوخ منه فقط. لا 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 لا, لا 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 لا، البعير اللي الحين ماخذها رمز وفيه جائزة لافضل بعير في الخليج او حل. مسمى بعير وسبقت عندك بكره طال عمرك وبيفحصونها، قلت انا اعترض على الفحص. شو السبب تعترض عليه؟ انت شوفوها مو ابوها شاهين ولا الشبابي ولا غيره ولا ايا كان من الزمول، اذا انت عندك طال عمرك ثقه من المطيه هاي يعني ابوها فلاني، بس في الراكض ابو محمد راح تفحصها. ما في شرط من شروط المشاركه في الراكض انك تثبت السلاله. انا ما اجبرك يا ابو عبد الله يا ابو حمد، بس انا اقول لك اذا صار في تصنيف وفي جائزه لافضل بعير بس انت كتهربك من السلاله، اعتقد ان في خيارين ما في خيار ثالث لهن، او مو متاكد من البعير نفسه انا ابوها، او ان المطيه مش محليه وهي مركز المحليات وخاف انك تركضها وهي مهجنه وتركض المحليات. ثالث ما لهن ثالث ما زال لحد الان. انا اقول لك السبب اللي رفضت ما لها ثالث، او البعير مش متاكد ان ابوها البعير المطاري اللي انت مسميها عليه، او تخاف ان التصنيف اللي فيها هي محليه وابوها مهجن وشكلتها محليه، تخاف انك طعمك البعير مهجن ويطلعون مطيتك من المحليات المهجنات. ثالث قرار ما له ثالث. ويا ولا انا اقول كتصنيف اذا وضع جائزه بيكون صعب على اللجان انهم يصنفون ويجبرون ملاك انهم يثبتون سلالات. ما انا عندي مطيه ممكن ما اعرف وش شارنها، مهداي اياها، مشاريها صعبه، مجموعه هاي وحده ثنتين ثلاث اقول لك، وطلعت من رواع الرموز. أنا خطف على اللجنة شافت تشبيه التسنين، ترى يحطون يوم تشبيه التسنين، إن كانها محلية صنفت في أشواط محليات، وإن كانها مهجنة صنفت في الأشواط مفتوحة وأشواط مهجنة. خلاص وراحت شاركت، نعم، إنها محلية وشاركت لكن السلالة يمكن ما تحضرني سلالتها. أنت الحين تشوف أنت يوم تسوي لقاءات عند أصحاب الرموز يوم تسألهم السلالة قال لك ما تحضرني، مثلا شاريها مشاري مجموعة حشوان وهي من ضمنها ما يعرفها، كثير ركاب تركض ما هم عرفات سلالتها. نعم. إذا صار تصنيف للزمول ومدعوم من الاتحاد ومن الأندية راح ينفحص إلا المطية لشخص اللي مو متأكد منها. متى بنتم يعني خياري ليش ما يكون واضح اللاين والمشاركة واضحة محلية غير ذلك نحن نقول يعني متى نتوقع خلاص نحن وصلنا في الواحد خليفة أنا ما أتكلم حين. أقول لك في تصنيف الزمول وفي الفحص بعضهم يقول لك أنا عارض، ليش تعارض؟ شو المطية شو بوها؟ إذا أنت مسماها على بعير منتج معروف وهي بالأساس مش عليه، يمكن تعارض مصالح ناس بعد. كيف مصالح ناس؟ أنا أقول لك إذا احتط الجائزة الأفضل بعير وتقييم ويكون مدعوم من الاتحادات راح يصير مثل ما صار في مسابقة البيرق الانتاج وبيرق المفتوح. طيب. في بيرق الأفضل بعير منتج، فالمطية اللي ماخذها رمز هاي أوكي ما راح يفحصها مطية مطيتين ثلاث، لكن الأغلبية راح ينفحص وتتصنف البعير اللي منتج، وفي حط جائزة الناس بيحصلون
فائدة منها. خلاص نغير المحور هذا كفينا في شيء غير، لأن الكلام أتوقع كلام الزمول كلها طيبة والحلال كلها طيب وطال عمرك كل إذا دخلتوا في هذه الأمور بتشعب الأمور كثير. لا شوف إذا اليوم ما صار تصنيف وما صار تثبيت سلالة السنة الجاية بيصير، لكن على المدى البعيد بيصير بخلي مستق... ما راح تتم كذي بيصير بخلي لازم يثبت. أنت يمكن تقريبا عندك خلفية في الخيول أكثر مننا نحن متابعين الهجن. الخيول ما في تصنيف للفحول طبعا، ولو صار في مجال الركض طبعا راح ينفع راح ينفع مرة اليواز في كل شيء، والمطية في الركض لها شريحة ولها بيانات وراح ترصص راح يضيف الشريحة في البيانات. أتوقع أنا ما أعرف على حد معلوماتي أن المعلومات هذه والسلالات موجودة في يوم تسجل المطية أول ما تبدأ تشارك في طيمة ما يحط السلالة. ليه تطول عمرك ابو خليفه النقطه هذه؟ حتى نحط السلاله يمكن بس ما تعلن. وانت تدفع اكثر انت رصان في طامين حقائق تقريبا لين السنه اثناء الترصيص الاول. ليه في البدايه عند الترصيص في لجنه تشبيه او في تثبيت، لكن شيء من الركاب طول عمرك في طيمه ما يبين عليها التهجين مثلا، يوم تكبر كما كبرت بالعمر زاد تهجينها اكثر. لا نحن ما نتكلم على هالموضوع، لكن انا اتكلم ليش لكن كحفظ يعني مثلا ما حفظ السلالات. ايوه يوم يبي يسجل وهو كان عارف انها تصنف من يوم عادها في طيمه وتسجل وبالسلاله وتكون موجوده في البرنت عندك سلاله تو ان كانها انتاج وان كانها شريه، سلاله تو نوعها ان كان مهجنه ولا محليه، واذا خلاف في كبرت قدها اللقيه ولا اذاعه وشكت بها اللجنه وطلبت منها اثبات ثاني لهم الحريه. انا بقول لك شيء ابو خليفه، اذا صار تصنيف الزمول وفحص وتصنيف الفحل اللي منتج راح كثير تتقلب من السلالات، وراح يظهر بعير يمكن ما كان في الساحه عند الهجن. كل شيء جايل وهالشيء راح يثبته اذا الله اعطانا عمر وطبق هالقرار. راح تشوف البعير اللي بيتصنف على راس القائمه غير الزمول اللي الحين غير الموجودات غير الزمول اللي مطريات، يمكن تقريبا يظهر لك زمول غير الزمول اللي مطريات سواء المؤسسات او من البدو. والله كل شيء جايز، المفروض هذه الخطوه تصير في اسرع وقت ممكن لتطور هذه الرياضه، ونحن اليوم الرياضه شوف كيف قاعده تتطور بشكل سريع، لازم هذا الجانب الاداري بعد يتطور معها بشكل سريع. طيب نروح للشبابيه، شوف الشبابيه فتحت لنا محور كل كبير جدا. الشبابيه محمد سعيد بالحلوه نقول له الناموس على هذا الانجاز، اداها كان مميز في الشوط الاول في الفتره الصباحيه. في البدايه نهني مالك الشبابيه محمد بن سعيد بن حلوه الكتبي بمناسبه هذا الفوز والانتصار، ونهني والده سعيد بن حلوه نعم. واخوانه بمناسبه هذا الفوز والانتصار. ممكن مخرجنا ايمن الحداد ممكن تعرض لنا الشوط الاول الصبح. نعم شاهدنا نعم. الشبابيه في اول الاشواط اللي فازت وانتصرت كانت المنافسه ما بين الشبابيه وما بين بكره العويسي اللي حصلت عليها المركز الثاني، فكانت المنافسه قويه، لكن الشبابيه هي من اثبتت للجميع انها هي الاقدر باول الاشواط في الفتره الصباحيه، اللي ترسل السلامات لهالي ميدان الطي ولسعيد بن حلوه كتبي وابناء الكرام بمناسبه هذا الفوز والانتصار. قطعت المسافه في 5 دقائق و51 ثانيه وجزء واحد من الثانيه، هذا اول اشواط الشبابيه من تقص شريط هذا المهرجان الكبير المنتظر. فسلاله الشبابي حاضره باول اشواط، فنهني مالك الشبابيه محمد بن سعيد بن حلوه الكتبي بمناسبه هذا الفوز والانتصار، ونهني ايضا الاخوان الفائزين في الفتره الصباحيه. ولكن الشبابيه لو تشاهد لنا الحين بعدها ما وصلت في الكادر العلوي، الحين هذه وصلت الشبابيه رقم واحد وخذت الرقم نعم واحد رقم واحد وفازت بالمركز الاول، الحين وصلت الشبابيه استلمت المركز الرابع في هذه اللحظات عينها المقدمه. بكره العويسي اللي تصدر المشهد في هذه اللحظات خذت المركز الأول. وسط الشبابية كانت منافسة قوية ما بين بكرة العويسي وما بين الشبابية، فلكن الشبابية هي اللي أثبتت أنها هي الأقدر بأول أشواط لتهدي أهالي الطي هذا الفوز والانتصار وتقص شريط هذا المهرجان بأول أشواط في الفترة الصباحية. فتهانينا والناموس لمالك الشبابية محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي بمناسبة هذا الفوز والانتصار. والتوقيت 5 دقائق و51 ثانية وجزء واحد من الثانية، نقول لحافظ على أم الشبابية اللي فازت في أول أشواط الانتاج في هذا اليوم وفي الفترة الصباحية. استثنائي عرض الشوط الأول اليوم استمتعنا فيه بحمد أبو محمد. عرض الشوط الأول للأمانة كل كيلو قاعدة تتغير الكرامة ما شاء الله. الشوط الأول له إمكانيته أبو خليفة، أول الأشواط يسجل في التاريخ، أول بداية انطلاقة المهرجان، وباكر ما شاء الله تبارك الرحمن دي عدها اللقية وإذاعة وفوق
كل ما كبرت سنها كل ما زاد ركضها. لحقتها ركاب هناك ما شاء الله مرهي وعندها زود استوت لها عرقله احتدت عليها مطيه ووخرت الحمد لله ما طاحت، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن على اداء الشبابيه وركضها. وبن حلمه ما شاء الله تبارك الرحمن متميز سواء في هجنه في اشواط الانتاج او الاشواط المفتوحه، شعار متميز شعار مبدع لحضور في جميع المهرجانات. عسى الله يبارك له في ذي المال الطيب ويبارك له ان شاء الله في الشبابيه وماته. نعم. قبل ما افتك شوط اول ما افتك شوط الشبابيه الشوط الاولي نحن في عزبه راع اليمشى نتابع الركض عندنا سعيد الطويل اللي هو ابو مشعل اول ما افتك قال انا ارشح بكره بن حلوه الشبابيه، انا شفت لها مركاض واذا هي صح الاربع ما تنسبك، فكان شعار يشابه شعار بن حلوه قامت بكره في المقدمه ونقول له وين ترشيحك يا سعيد وانا رياط عمرك هو يحسبها ان البكره هو اللي يقصدها، فلحقت الشبابيه وشفنا العرض الشبابيه الشكل والركض والنهايه فقال هذا الترشيح اللي انا قبل الركض. فالسبوق دائما ابو خليفه تعطيك مؤشر قبل صح. المهرجانات الختاميه في مركات تمهيدي في مركات لو ما سبقت يا الثانيه او ثالث لكن في مؤشر ان هالمطيه راح تحضر من يحط المهرجانات وترف الاعلام راح يصير لها حضور صحيح وراح يصير لها شعبيه كبيره من المتابعين. نروح شوطنا الثاني ابو مبارك نروح للفارس. نعم. الفارس ونقول الناموس لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي على أداء الفارس وناموس الفارس وعلى كذلك الشوط الأول للجعدان. نهني نحن مخليف البداية أبو عبيد علي بن عبيد بن رشيد الكتبي الداعم لهذا الشعار مناسبة فوز الفارس، وإن قال الكرام سعيد وأخوانه حمد ومطار وجميع إن قال علي بن عبيد بن رشيد الكتبي مناسبة فوز الفارس، ومو بغريبة على الفارس أبو خليفة هذا القعود شفنا الإنجازات من بداية الموسم وشفنا الإنجاز الأخير في ميدان الوثبة ويأتي اليوم وحقق الإنجاز الثاني يعيد إنجازاته اللي وليضيف الإنجازات في سجله الحافل بالانتصارات. نهني مالك سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي بمناسبة هذا الفوز والانتصار وتوقيته 5:50 وأيضا ما ننسى القعود اللي حل وصيف على الفارس في المركز الثاني بشعار محمد بن عتيق بن زيتون اللي حصل على المركز الثاني، ولكن الفارس ينحدر من سلالة فارس العاصفة هذه السلالة الشهيرة اللي تعودناها دائما حاضرة في المحافل الكبيرة، وهذا الفارس هو من أثبت اليوم اللي محبين هذه السلالة سلالة الفارس، وأثبت أيضا للجمهور أنه هو الأقدر يفوز بأول أشواط كما شاهدنا وكما عهدنا هذه الإنجازات الماضية منه في جميع المحافل. ختام الوثبة كان خير شاهد للفارس في الإنجاز قبل الأخير واليوم هذا الإنجاز الأخير، ومن بعد هذا بنشوف الفارس إن شاء الله في السنة الجاية في أشواط الرموز في سنة اللقاية، ومثل الفارس ينتظر أن حمد إذا تم عنده إذا تم نعم ولا مثل الفارس ما يتم ونهني مضمر سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي مضمر الشرطة اللي فايز بكاس اللقاية. سعيد بن علي ما شاء الله مبدع في حضوره ما شاء الله تبارك الرحمن. سنة أبدع. شفت له صورة اليوم كم ماسك 6-7 ما شاء الله مسافرات في العزبة اللي سابق واللي ثاني واللي ثالث، وهذا ما تعودنا. سعيد من الشباب المضمرين الأكفاء اللي شفناه أنه برز حضوره في المحافل وفي أشواط الرموز وفي الفترة الصباحية والمسائية. أبو عبيد داعم العزبة علي خليفة داعم العزبة والشباب ما شاء الله واقفين وقفة طيبة فيها. سعيد بن 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 علي هذا دليل دعم الوالد علي بن عبيد بن رشيد بالمشتريات اللي ما توقف من الصعوب من الفطامين من الحقائق، فأبو عبيد داعم كبير لهاي الرياضة ويشتري للعزبة ذي طال عمرك، وكان مصرح ونحن ننتظر تصريحه أنا راح يدعم ب10 مليون وراح يناوس في البيرق، وأبو عبيد كفو إذا صرح. أحيدة كان عنده لاعب باعه ولا بعده؟ والله اللاعب ذاك ما ادري. لا اللي احترف يمكن عنده عبيد من مطيه لاعب ما يتم مره ظني انه بتاع اظن صار نادي العين اظن صار نحن نرسل السلام للرباط من وين موجود في الرباط رشيد نعم في المغرب نتمنى له التوفيق والله يرد بالسلامه، وشفنا له يولته ايضا بعد فوز هجنة الرياسه شفناه يول في الرباط ومتنومس، واليوم اكيد ان يال بعد فوز الفارس ونتمنى له التوفيق في الفتره المسائيه. نعم نروح الشوط الثالث لهبيبه لخليفه بن سالم بن سهيد الخيالي وشوط مهم بحمد نعم نقول الناموس نهني مالك الهبيبه على سبقه وحصوله على هذا الشوط في هذا المهرجان الغالي. الهبيبه اليوم استطاعت انها تحصل على ثاني اشواط البكار ما شاء الله تبارك الرحمن على حضورها الطيب المملوكة الخليفة بن سالم بن سهيل الخيالي. أبو خليفة ما شاء الله تبارك الرحمن على
حضور الهجة اللي مشاركة في هذا المهرجان نخبة من الحقائق الطيبة والهبيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين تشوفونها في الكادر رقم 44 لحقت الركاب تقريبا في الكيلو الأخير، والصلاة على النبي ما شاء الله باكر حالها طيب وبخير، وراكضها ما شاء الله قمة على قمة، وظني أنها تنحدر من سلالة راهي ولد السريعة مملوك العيسى بن سعيد الخيري ما شاء الله على هذا الانتاج الطيب. وبعيد هذا ما شاء الله كثير من سبق أنتج أخو مرضية السيوف مرضية الرياسة، هذا البعير من أبو الهبيبة، أعتقد أنه ولد راهي ولد السريعة اللي هو طول عمرك أخو مرضية السيوف، الله يسلمك إن شاء الله، ويستاهل راعي الهبيبة خليفة بن سالم بن سهيل الخيلي على هذا التألق وهذا الحضور في هذا المهرجان الغالي. شفنا البكرة عمرك أبو حمد تنحدر مثل ما ذكرت من سلالة تراهي ولد سريعة، هالمجال اللي نحن نتكلم فيه أبو خليفة راح تظهر زمول من وراهي ولد سريعة، لها انتاج طيب، ونحب نبارك راعي الهبيبة وعلى ناموس دايم. اليوم شفنا نوعية أبو خليفة تدورها جميع المؤسسات، نوعية ما شاء الله تيمات وحضور ونهاية، فعسى الله يبارك لجميع من سبق، ونتمنى التوفيق اللي بشاركون فترة مسائية. نتمنى لهم جميعا التوفيق. أبو محمد المخريل هذا الاسم التراثي، والشوط الرابع لمحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي ينتزع شوط مهم وهو الأول للجعدان المهجنات. والله شفنا أداء مخريل ما شاء الله، القعود أبو خليفة شوف الحين من الجانب الخارجي لحوقه أبو خليفة وسرعة القعود يوم طلب منها راعيه وكلمه ودور منه حط فارق بينه وبين القعدان اللي وراه، هذا دليل طال عمرك على سبق القعود، دليل على المخزون اللي فيه في نهاية المطاف، فهل المخزون ما تملكها إلا المطية السوق مثل المخريل ما شاء الله، شوف الحين كلمه راعيه طلب منه باعد حط بينه وبين القعدان اللي وراه فارق كبير. القعود اللي جاء ثاني عليه أبو خليفة القعود سبوق، هيا ولد مرموق جاي ثاني في مهرجان ختام الوثبة وياي ثاني في قطر، واليوم وصيف المخريل أبو خليفة يوم تسبق السبوق أعرف أن المطية اللي سابقة أنا سابقة مطية وراها سبوق تصنف، فمرموق سبقه اليوم قعود المخريل فارق مستوى فارق أداء فارق نهاية. نحب نبارك والنموس بن حمدان وعلى ناموس دايم، هذا الاسم تراثي ونشوف اليوم فارق عن القعدان بأداء وبشكل وبركض، ويا ربي يوفقه ويفرحه، ونحب النومس الجميع اللي تنومس فترة صباحية أبو خليفة. فاز بكل أريحية نهاية مخريل، ففوز نهني نحن في البداية أبو عمر مالك محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي بمناسبة فوز المخريل وانتقال مثل هذا الاسم التراثي المخريل، فنهني أبو عمر الراقي محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي بمناسبة هذا الفوز والانتصار. المخريل شفنا الإنجاز في ختام الوثبة، أيضا فاز في الفترة الصباحية، اليوم يعيد نفس المشهد نفس الإنجاز في ختام المرموم، فأبو عمر دايم تأتي محافظته ونشوف محافظته للحلال يظهرها مثل هذه الأشواط والختاميات، فهذا المخري المحفوظ لمثل هذه الأيام ولهذه الختاميات، ختام الوثبة وختام المرموم. شفنا اليوم سبقة تجاوز الحلال بره من جانب اليمين، اندفاعته التلقائية صدرت عليه الأوامر من أبو عمر فاندفع اندفاعة الفوز والانتصار، ففاز بكل ريحية بلا مضايقات بلا منافس على الإطلاق، فنهني أبو عمر بمناسبة هذا الفوز والانتصار، والله يبارك له في المخريل إذا تم عنده مثل هذا القعود طال عمرك. هذا هو يوم يقول يشرب اللي عاد شو يشرب بلا تسعيرة، فهذا مرة ينشر مثل المخريل، شوف الإنجاز في ختام الوثبة وختام المرموم، الله يبارك لهذا المرة مبارك. شوف سبق المخريل القعود اللي وصيف عليه وصيف في مهرجان الكبرى وصيف في الشحانية، واليوم يحل وصيف على مخريل، فمثل مخريل سبق قعود سبوق وراه، فهذا دليل على تميزه وقوة القعود وفارق مستواه من الشوط، نحب نبارك له وعساه نوامي سندائنا. محافظته على المخريل في هالاسم روح التراثي. نعم، والمخريل طال عمرك سبق في الوثبة، واليوم شفنا بعد سبق أقوى من الوثبة في المرموم بلا مضايقات وبلا منافس، فنهني ونبارك لهذا المال الطيب، نهني على هذا المال الطيب وعمر. لا وذيلا طول عمرك بوش عادلات عندهم قنب الحميدان ما شاء الله على هذا الانتاج الطيب، من خيرة الباعر عندهم، ما هم من وقتنا الحالي من سنين دوت يبان يطلونهم بيت قنب الحميدان ما شاء الله عندهم باعر عادلات باعر أصائل، أسأل الله يبارك لهم ونشوف ثمرتنا الحين في ميادين صحيح. مثل المخارير وغيره حسن طيب. الله يبارك لهم. شو عند 30 شوط في المرموم، في أي شوط لفت انتباهكم قبل ما ننتقل لشوط أشواط سيف العرب؟
والله شفنا أبو خليفة مشاركات اليوم اللي فازوا، لو تشوف تلاحظ من أبناء الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان، فهذا الشيء المفرح. توزع الأشواط اليوم اللي أبناء دول مجلس التعاون، شفنا بن كردوس حاضر في الشوط الرابع، عبيد بن سالمين، بن كردوس العامري مع صبا وعتيم، الحمد بن عبد الله بشطيط المالكي أيضا مشاركة من السلطنة، أيضا شامل راشد بن صقر بن سالم الوهيبي وبراق سعيد محمد بن سعيد مروشد ومن منهاتن أيضا محمد بن عوضي بالعوضي بريحية المنهالي، لهب عامر بن محمد بن زايد المنصوري شعار العصال الغربي حاضر في الفترة الصباحية العزرة، عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي وهتان لأيضا محمد بن حميد بن علي الدرعي أبناء أيضا القوع حاضرين، نظير الزيد بن محسن بن علي مديلة أيضا الضيوف أيضا يفوزون بهذه النقطة، نشوة الخليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي ونايف علي بن راشد بن علي العوادي والطيارة اللي بالسهران علي بن راهي مسلم العمري، المجنة حمد محمد بن علي الشراب، انذار حمد بن سالم بن حمد اليديلي، سلالة منذر المختبر ومها بن ضبيان هذه انذار شفنا لها سبقات في السلطنة، أتت اليوم المشاركة بشعار بالخطاب نهني حمد وأخوه علي مناسبة تفوز انذار، وسلالة منذر المختبر دائما تكون حاضرة في مثل هذه المحافل، الفارس لحمود بن عبد الله بن شامس المحاربي أيضا ابن الزاهرة حاضرين فازوا بنقطتين، شخصيا مبارك بسهيل بن ربيع المحرمي، ايضا النايف حمد بن احمد المطلخيلي حاضر في الفتره الصباحيه، حضور سالم بن محمد بن علي الجربوعي المري كانت افضل توقيت في الفتره الصباحيه 5:46 ايضا كان التوقيت الافضل مع حضور، نهني مالك سالم بن محمد بن علي الجربوعي المري هذا شوط حضور، نعم نهني مالك مناسبه هذا الفوز والانتصار، التوقيت الافضل كان في الشوط 22 مع تحت اقدام حضور من حطمت التوقيت في الفترة الصباحية، ركض حضور أبو خليفة كان لافت الأنظار صراحة في الفترة الصباحية، لحوقها للحلال فاندفاعته مع الأمتار الأخيرة، حضور الله يبارك الراعيها كانها باقي وكانها انتقلت ملكيتها الله يبارك المؤسسة اللي انتقلت إليها، فمثل حضور سالم بن محمد بن علي ربوع المر إذا كانت عنده نفس الشعار فاتكد تمام التأكيد أنه ما بنشوف في مثل هذه الأشواط إلا في أشواط الرموز، فحضور أبو خليفة تسجيلها اليوم أفضل توقيت يدل على سلالتها القوية اللي تنتمي لها حضور، فنهني أبو محمد بمناسبة هذا الفوز والانتصار. اليوم أبو خليفة الفت انظر يطعمك بكرة سابق الفترة الصباحية الشوط الخامس اللي هي صبا العبيد بن سالمين بن كردوس العامري، هاي بكرة تنحدر من سالة المحيط، والمحيط طال عمرك رصيد 4 سيارات من إنتاج عبيد بن سالمين بن كردوس، شفنا تألغها اليوم ونهايتها والشكل ما شاء الله، وهاي بكرة يمكن تقريبا لها 4 اشتراك أبو خليفة، وخدتها هاي بكرة مبتاعة من أمه، ونشوف أداها اليوم ما شاء الله فترة صباحية فارق مستوى، نحب نبارك والنومس لهالي الشعيبة العبيد ومايد والطماطم وجميع الكردوس على سبق صبا، واعتقد صبا انا راح نشوف لها حضور في يوم غير هاليوم اذا انتقلت احد المؤسسات اللي هي مؤسسه تسجيل العاصب لان طال عمرك حاطه تسعيره، هاي بكره اعتقد ان بيكون لها حضور ان شاء الله في المراكض الجايه. سراب ابو خليفه قريب من 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 تيم حضور اللي ايضا فاز بالشوط 23 لمحمد بن سيف بن عوض بن سيف الكتبي 5:47 ويجزء واحد من الثانيه، وايضا الزبار المتعب طيب. بن حمد بن سالم المري ومكان لحمد بن غانب وسلطان الهديفي الكواري وشعاع ياسر بن محمد بن عواد العطوي اهل السعوديه والعابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، واحتفال لسعيد بن خليفه بشطيط العويسي وملوح لحمد بن غانب بن علي بن حموده الظاهري، ومشكوره لمبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي 30 شوط عشنا فيها الاثاره والتنافس القاعد في جميع الاشواط. شوط رقم 18 شو رايك فيه؟ شوط رقم 18 انذار لحمد بن سالم بن حمد اليديلي والله حلوه، سلاله من ذا المختبر حلوه لا خلنا ناخذ علومه كمل، ونهني بالخطاب مناسبه هذا الفوز والانتصار، وبكره سبوق شفنا لها سبقات في السلطنه واليوم اثبتت سلاله من ذا المختبر انها الاقدر في انت خبرنا ليش تخبر السيف لا انا عندنا ريال عندنا في الاستوديو ما شاء الله يجيب حلال طيب من اكيد انها لهيد فيها ابو مبارك يجيب حلال طيب من السلطنه هذه البكره نعم هذه البكره انتاج وانتقلت الى ابو الخطاب حمد بن سالم اليديلي متى انتقلت نعم ما شاء الله وبكره طال عمرك بنت منذر وبنات منذر طال عمرك يعرف امها ويعرف ابوها البكره تعرف طال عمرك سلالتها ابوها وامها ما تظهر عنها شوف في الخيل في الخيل
اللي يجيب حلال ويشتر مثلا حلال معين لبعض الملاك وينجز هذا الحلال ترتفع اسهمه. بالفعل اليوم بمبارك اسهمه فوق خلاص. ناموس والله ناموس هاي مطيه هنا من عمان مره تخبروا المعرف ترى بالفعل ابو خليفه يوم تبيع انت مطيه وتسبق عند غيرك ذي الناموس يرجع لك انت كمنتج. نعم والعرب والملاك اللي التفتوا له يقولون هذا الريال عندنا. لا العرب ذي ما شاء الله مؤسسين فالراكض ابو صالح الله يعطيه العافيه ممتى وهو فالراكض ومؤسس وانت طيب اكرم من عمان الله يطول عمرك. ما يحتاج من عمان من مربطهم هم من عزبتهم شوف لنا ما يحتاج الحلال كله تحت امركم ومره حلال واحد طول عمرك. عسى الله يبارك لكم بالمال الطيب ويبارك لكم ان شاء الله بالمات. امين نروح لسيف العرب اما بالظبيان حلوه. نعم طيب اخواني نروح لسيف العرب بسم الله. لقاءات عندنا جاهزه ولا نتابع كذلك؟ نقول الناموس لكل من سبق في ميدان سيف العرب 30 شوط انطلقت على الجانب الآخر في نظرة تنظيمية رائعة وتجهيز رائع من نادي دبي لسباقات الهجن من خلال 30 شوط عندنا في المرموم و30 شوط كذلك في ميدان سيف العرب لتتوزع الأشواط ويكون المجمل 60 شوط وهذه نظرة كذلك إدارية رائعة ونظرة جميلة من راعي هذا المهرجان لفتة رائعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. دعونا نذهب مباشرة لنرى أبرز اللقاءات هناك في ميدان سيف العرب. شو سر الإبداع والتألق هذا في أول الأشواط في المرموم وفي سيف العرب المركز الأول؟ الحمد لله الحشوان سابقات كلهن ماضيهن طيب وكلهن سابقات ماضيهن طيب الحمد لله. وش سابقات متعبة؟ متعبة حاصل عليها أفضل توقيت في ميدان اللبسة وسابقة في الطي وحاصل على المركز الثاني في الوثبة وركضا طيب الحمد لله. المطية إذا ما تعرغلت ولا شيء ما عندها مشكلة يعني إذا هي جاهزة جهوزها كامل ما عندها مشكلة الحمد لله توفق الحلال الحمد لله. نقول الناموس لمالك متعب محمد سعيد بن حلو على الإنجاز الرائع الأول في سيف العرب والأول كذلك في ميدان المرموم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا يمكن جواب اللي يقول لك أنا ما أقدر أوزع حلالي أو ما أقدر أنادي على حلالي سواء في إذا كانوا في ميدانين مختلفين في نفس الوقت. لا المالك يجب أن يكون عنده فريق متكامل لو أركضوا في سيف العرب والمرموم والوثبة لازم يكون عندك صحيح. في كل ميدان عندك رجل تثق فيه المناداة وهذا اليوم اللي شفناه بشعار بن حلوة انتزع أول النقاط في ميدان المرموم أول نقاط في ميدان سيف العرب. أنا هني مالك متعب محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة بمناسبة هذا الفوز والانتصار فوزها بأول أشواط في ميدان سيف العرب 5:59. نعم. توقيت مميز تسجل متعبة على ما أعتقد سلالة متعب متعب الصغير على ما أعتقد المملوك للمغفور له اسمه الشيخ حمدان بن راشد. فسلالة متعب سلالة الشبابي سلالة الفارس الزمول اللي الله يزيهم خير. نعم. لاحقين من وراهم خير محمية العاصفة ومحمية يعله لين الشيخ حمدان بن راشد. فالناس مثل هذه السلالات بو خليفة دائما تظهر في مثل هذه الأشواط. فمتعبة اليوم من فازت بأول أشواط في سيف العرب انهني بن حلوة وإن قال الكرام مناسبة هذا التألق في الفترة الصباحية وفي الميدانين وفوزهم بأول أشواط الرئيسية في الفترة الصباحية. طيب نذهب للأشواط الصباح المساء ورموز المساء مشاهدين الكرام مع أول الرموز معنا في الفترة المسائية. توقع الأشواط الأول والثاني مفتوح ومن ثم أشواط الإنتاج. نبدأ مع غزل عاطف بن عطية بن حسن القرشي شواهين عوض بن صالح بن محمد آل رزق غارة عبد الله بن سيف بن محمد العميمي صدمة سعيد بن محمد بن ذويب العامري مرضية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي طلة محمد بن سيف بن عويضان العامري الذيبة مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي انذار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي الشامخة سالم بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي طلعة عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري الكايدة لعبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي أرام سالم بن راشد بن غدير الكتبي العزوم مانع بن فري آل رزق طوع مسلم بن أحمد بن حربي بن سالم العامري الضبي محمد بن مبارك النعيمي نشوة سعيد بن أحمد بن عكو السلمي زعزعة محمد بن راشد بن جلمود المري غاية حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري الغزيل محمد بن حمود بن علي الوهيبي تستاهل سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي عناوين حمد بن ناصر الحرسوسي الشامخة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري
نسيم، حمد بن بطي بن دميثان الشامسي، مذخورة سالم بن راشد الكتبي، كرم سعادة حميد بن سعيد النيادي، مسرة بيشان بن محمد بن فهد العجمي، صدى سالم بن دغاش بن محمد العامري، عرين سالم بن حميد الشاعر العليلي، الفاتنة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي، الذيبة يابر بن حمد بن سالم بن فهيده المري، بشارة هزاع بن حمود بن محمد بن سويد المحاربي، دمعة محمد بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري، حازمة مبارك بن محمد بن نصره العامري، ود سهيل بن رملي بن محمد العامري، فوج رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، سمحة سلطان بن يعقوب السعيدي، الذيبة عبد الله بن سعيد بن بخيت الراشدي، سلطة أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، وتوافيق سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، تمام سالم بن راشد بن غدير الكتبي، وكيم لقاسيم دافور ونيكول قاسيم دافور. هذه هي الأسماء التي ستشارك معنا في هذا الشوط. نذهب لنشوف ترشيحات المحللين مباشرة. الترشيحات جاهزة، نتابع ترشيحات محللينا قبل ما نتكلم عن الأشواط. عصام يروح مع كذلك نيكول قاسيم دافور، رامس يروح مع أرام، سالم بن راشد بن غدير، علي سالم بداود نيكول قاسيم دافور، وكذلك عبد الله بن بهيان كيم قاسيم دافور، سيف بن مبارك الحبسي نيكول قاسيم دافور، ومبارك بن حمد بن نايفة يروح مع دمعة محمد بن ناصر بالشافي الهاجري. أبو حمد، هذه ترشيحات المحللين، نبدأ بالحديث عن الشوط. بداية أبو خليفة، عندنا 42 اسم مشارك في هذا الشوط، ما شاء الله كلها من خيرة الحقائق اللي مصنفات الشوط الكاس. عندنا غزة المملوك العاطف بن عطية الغرشية، هذه الباكرة السابقة قبل اختامي في ميدان المرموم، ومن الركاب كذلك اللي تصنفهم في الشوط ما شاء الله. احنا شفنا اخواننا من هالمملكة اليوم حضروا، وحضورهم كان طيب، وحصلوا على كثير من النقاط. كذلك شواهين العوض بن صالح بن محمد الرزق عسى الله يوفقه. عندنا كذلك أبو خليفة صدمة من أقوى المرشحات في الشوط هذا، بكرت زميلنا سهيل بن محمد بن ذويب مملوكة البنبوتة، صدمة باسم سعيد بن محمد. هذه بكرة ما شاء الله وصلت طيبة في أشواط الرموز، حصل على المركز الثالث في ولي العهد، ومن كذلك من خيلة الهجن اللي ترشح أمس من أيام تعلقت في ميدان سيف العرب، ويا بالتوقيت طيب وسبقت بكل ريحية، والبكرة هذه من أقوى المرشحات في هذا الشوط اللي هي صادمة المملوكة البنبوتة، عسى الله يوفقها ويوفق إن شاء الله جميع المشاركين. مرضية خليفة بن رشيد شفنا لها كم من سابقين في ميدان المرموم، طلت بن عويضان. عندنا كذلك أندار، أظن أنها تم سحبها من الشوط، اللي ما بتشارك أندار بكرة معالي علي بن سالم علي بن محمد بن حماد الشامسي، وصلت علوم انها ما بتشارك. أيوة. والله العالم مثل ما ذكرت انت، معلومه يمكن انها تشارك يمكن ما تشارك، اذا شاركت هي من اقوى الحقائق المرشحه كذلك في الشوط، حصل على المركز الثالث على الرمز، ودائما تسبق في الاشواط الاوليه في ميدان الوثبه، ومن البكار اللي ترشح ان شاركت. نتمنى التوفيق لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، وما شاركت الله يبارك لها فيها، وان شاء الله اذا شاركت هي ابرز المرشحات. بالفعل من اقوى المرشحات. كذلك عندنا أرام المملوكة سالم بن راشد بن غدير اكتبي، أرام حصل على المركز الخامس على الرمز في ميدان الوثبة، يوم تسبق مقام في نفس الشوط كانت مشاركة عند خطة، وشعار بن غدير شعار متميز، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. كذلك عندنا طوع المملوكة المانع بن فري بن مانع على رزق سابقة في سويحان وعصادته في بطان، وبكرة كذلك من المرشحات. عندنا أبو خليفة الغزيل مملوك محمد بن حمود بن علي الوهيبي، لها عدة سبقات في ميدان ميادين السلطنة. كذلك عندنا نسيم الحمد بن هدي بن دميثان الشامسي، هذه البكرة من الشراية بن دميثان وسابقة في ميدان المرموم. كذلك كرم المملوكة سعادة حميد بن سعيد النيادي من البكار كذلك اللي ترشحها من شراية من تمهيدي الوثبة، وباكر من شراية بقيمة عالية، ونتمنى للتوفيق لسعادة حميد بن سعيد النيادي. نعم. عندنا أبو خليفة سلطة المملوكة لأحمد بن سعيد بن يالي وسابق في ختام الوثبة، كذلك من البكار اللي ترشحها شعار بن دقاش، بعد نشوفه مشارك في هذا الشوط، نتمنى للتوفيق. والله يا أبو خليفة كثير من الركاب. عندنا كذلك كيم القاسم معاه، صحيح انا رشحت كيم، نعم حاصل على المركز الثالث على الرمز في ميدان الرماح، وكذلك ان يكون ما اخذ رمز
النعيرية، وهذا الشعار ما شاء الله دخل في أشواط الرموز من بداية دخوله ينافس في هذه الأشواط الرئيسية اللي هو الشعار باسم قاسم دافود. نعم. نتمنى إن شاء الله جميع التوفيق، نشوف إضافة اسم الشعار بن غدير اللي هي تمام مشاركة في الشوط، شعار بن غدير من أقوى المرشحات في هذا الشوط. نعم. ويبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى يا أبو خليفة. طيب أبو محمد عندك إضافة؟ والله مثل ما ذكرها أبو محمد حال كل اسماي معروف ومطاي، بس توضيح غزل اللي باسم عطية سعادة حميد بن سعيد النيادي تم سحبه من الشوط. أكيد أكيد. نعم وصلتنا معلومة أنها ما بتشارك. كذلك الشوط. حميد بن سعيد النيادي. نعم. اللي هي كرم مملوكة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. يعني انسحابين انذار. نعم. وانسحاب زوم بعد من الانتاج اللي هي بشعارة بن سالمين. وزوم كذلك. أنها ما بتشارك اللي هي كرم المملوكة لسعادة بن حميد بن سعيد النيادي، عسى الله يوفقها إن شاء الله. ويوفق إن شاء الله جميع المشاركين. بخليفة عندك إضافة؟ بس توضيح الغزل اللي باسم عاطف بن عطية الغرشي، هاي بكرة من شرايه من فترة قريبة من تبوك أو من الطائف، وبشعار العطية راح تشارك أول مشاركة كمهرجان رسمي. نعم. وشرايه بغيمة كبيرة، وبكرة هاي اليوم صنفه يصنفها رعية اللي هو راشد بن خبزان المري المضمر عند الغرشي، ويعوي عليها كثير. أنا الرئاسة. صحيح. نعم. هذا عمرك كنت بعد ناموسة هذا الظفرة. ها كان مملوك سار بن بلوش المزروعي وانتقلت ملكيته بعيد من أفضل الزمول في المملكة العربية السعودية. نعم. فنشوف طله محمد بن عويضان بقيادة محمد بن دغاش العامري، الذيبة منطر بن عيسى الفلاحي، هاي بكرة شفنا لها مشاركة أبو خليفة قبل مهرجان الاختامية الوثبة في أرضية المرموم مسابقه ويايبه مركاض قوي، وشعار مطر بن عيسى الفلاحي أبو محمد قدم له تحية، هاي بكرة أبوها بعيره اللي هو ماخذ رمزين مصيحان من أفضل الزمول، شفنا ما شاء الله سنة عياله وإنتاجه، هذا أول إنتاجه ما شاء الله أبو محمد. عندنا في الغربية سبق ممكن تقريبا 4 أشواط 5 أشواط في طامين، وبنات اليوم تشاركهم في المهرجانات وشوفهم في الرموز عندك بعد هم مثيل من الفميادين بنات هلا بينا شباب ومنحاف بعد مسيلة في رمز الإنتاج، ودافع أبو غيث بجميع ما يملك من قوة في الشوط. إنتاج باكرة؟ لا أخذت هاي إنتاج وخذتها وحدي في رمز الإنتاج ورحت في المفتوح. أربعة في المفتوح. إيه نعم. عندك طال عمرك أرام السالم براش بن غدير، هاي بكرة طال عمرك شعار مرغم يعود عليها كثير ويراهن عليها بكرة السبوق. شفنا أنت مرشحنها أبو محمد. والله رشحت على أداء مركاضة في مهرجان الوثبة، هي خامس في شوط الرمز. نعم. وسبقت مقام خدتها ويا بتفضل توقيت المهرجان، وشعار بن غدير دائما في هالمهرجان مهرجان المرموم. صحيح. يحط كل ثقله في هالمهرجان خصوصا في أشواط الرموز. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. نحن ما بناخذ الوقت ابو خليفه ونتطرق للحلال كله. نعم. نعم. الحلال كله مسماي ومعروف في عربيه في هلهن. طيب بو عندك اضافه؟ اضافه فقط ما باك تعيد الاسماء. بس صدمه بنبوته سيد محمد بنبوته، هذه المطيمه اشتراها بقيمه عاليه، اشتراها بنبوته من الحلال اللي بيكون له كلمه قويه. عندك طال عمرك الكايده بشعار المهندس حمود بن حمد الحمدان الوهيبي، ايضا لها عده سبقات مشاركه من السلطنه. عندك طال عمرك الغزيل بشعار بن نظيمه، الغزيل بشعار محمد بن حمود بن نظيمه الوهيبي. طيب. على ما اعتقد انها انتاج بدع ثلاب من انتاج الشيخ. طيب. محمد بن بطي الحامد، شفنا لها سبقات في السلطنة أيضا، بتكون مشاركة الليلة. هو من الأسامي أنا بروح مع ترشيحي الأخوان كفوا ووفوا بأخي الأسامي، أنا رحت مع نيكول لقاسيم دافود رمز صاحب رمز النعيرية. نعم. مشارك في هذا المساء، مشاركة أمريكية قوية يدفع باسمين كيم ونيكول. المخرج عندنا لبناني. نعم. شو يرشح المخرج؟ المخرج قال لي والله هاي نيكول جايه من لبنان المطيب. الله يوفقك ان شاء الله. وخليفه عندنا كل الاسماء الاخوان عرقوا عليها اللي هي طول عمرك دمعه المملوكه محمد بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري، ذي الباكره طول عمرك تنحدر من سلاله الطياري بعير العدينه، واخوها ماخذ سياره لقي في ميدان قطر، ومن البكاره اللي ترشح لها عده سبقات وصلت عليها معلومة اللي هي دمعة رقم 48 مملوك محمد بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري، عسى الله يوفقه إن شاء الله راعي دمعة. نعم. ويوفق أخوانها مشاركين في هذا الشوط. عزوم مانع بن فرج من مانع الرزق، شفنا سبقها في سويحان عصاها في البطان، وشفنا مشاركتها أيضا نافست في الوثب على ما أعتقد ثاني ثالث، بس في سويحان سبقها في الشوط الرئيسي وعصاها في البطان. الليلة الرزق يدفع بالعزوم طموحها للكاسة. طيب. السعودية. نروح لشوطنا الثاني.
إذا نستعرض معكم مشاهدين الكرام أسماء المشاركين معنا في ثاني الأشواط، شوط الجعدان المفتوح والرمز الغالي والبندقية بالإضافة إلى 800,000 درهم إماراتي، ومن بعده مباشرة سنستعرض ترشيحات المحللين. نبدأ مع مسبار حمد بن سعيد بن حاطم العامري، مشاغب أحمد بن حزمي بن قناص العامري، عياش حمد العينية بن محمد بن نشيره العامري، مسبار لعلي بن راشد بن محمد الشامسي، كذلك أشقر هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، الشبابي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، المقمع حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، شيذمان لمحمد بن ساري بن بلوش المزروعي، وكذلك سياف مميز أحمد بن علي بن محمد بن واصل الكتبي، مشب مهنة بن حمد بن مية العفاري، مناور خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي، شاهين راشد بن محمد بن عيلان المنصوري، الشبابي أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، سياف عنان بن علي بن محمد النعيمي، الشبابي محمد بن أحمد بن العكوي السلمي، بحر عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، زعفران سالم بن متعب بن سعيد الكتبي، الوابل حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، سمران محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، السريع خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، مبهر لحمد بن هدى بن بطي بن دميثان الشامسي، مضبوط لسالم بن نغاش بن محمد العامري، الفارع لحمد بن سعيد بن محمد بالتيله العامري، شموخ لعبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، صوغان محنة بن محمد بن محنة العامري، المتحد حمد بن محمد بن مايد البريص المري، نايف معيوف بن حمد بن متعب العامري، شاهين حمد بن فايل بن حمد الزرعي، الوهق راشد بن حمد بن سليمان الجبرين، مبهر سيف بن عوض بن رشاش البلوشي، لفان لعبد الهادي بن حمد بن نايف الهاجري، مهذب أحمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيلي، بدران محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، المارد العلي بن سعيد بن سالم الزرعي، ملبي محمد بن غانم بن علي بن حمد المنصوري، عترس لحمدان بن محمد بن أحمد المهيري، اليذاب قاسيم دافور، وكذلك جرادي لقاسيم دافور، صوغان فهيد بن علي بن فهيد المري، وسهم لمتعب بن راشد بن علي المري. هذه الأسماء المشاركة أمامنا، ونتابع كذلك الترشيحات، نأخذ ترشيحات المحللين يا إخواني مباشرة بعد الأسماء. أعطوني الترشيحات، نروح الترشيحات. عصام يروح مع مميز لأحمد بن علي بن نواس الكتبي، رامس مشاغب أحمد بن حزمي بن قناص العامري، علي سالم بن داود كذلك مميز أحمد بن علي محمد بن نواس الكتبي، عبد الله بن هيان مذهب لأحمد بن مطر بن مايد الخير مهذب عفوا مطر بن لأحمد مهذب لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وكذلك سيف بن مبارك الحبسي يروح مع سمران، محمد بن عتيج بن زيتون، ومبارك بن حمد بن نايفة يروح مع مميز أحمد بن علي بن نواس الكتبي. هذه الأسماء. خليفة قبل بس ما نبدأ في الشوط، تم تأكيد سحب أنذار المعالي علي بن حماد الكعبي، نعم، من مضمرها اللي هو علي بن حماد الشامسي، نعم، من تأكيد من مضمر أنذار اللي هو هداف المضمرين بن عفصان اللي هو هادف، تم تأكيد سحبه من الشوط وبعكة صحية. خلاص تم التأكيد. طيب الشوط عند سيف، نعم. تفضل أبو خليفة. هذا الشوط 39 اسم مشارك في رمز الحقائق المفتوح. مسبار من يتصدر القائمة لحمد بن سعيد بن حطم العامري، صاحب سبق في أرضية هذا الميدان في ميدان المرموم، من أقوى الأسامي. مشاغب لأحمد بن حزمي بن قناص العامري، أيضا من الحلال اللي ترشح بشعار بن قناص. عياش لشعار بن شير العامري، مسبار لعلي بن راشد مفتاح الشامسي، أشقر لهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، ثالث على الرمز حصول على المركز الثالث، اليوم من أقوى الأسامي اللي يدفع بها شعار بن سالمين في هذا الشوط باسم أشقر. الشبابي لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، أيضا شفنا له عدة سبقات سلالة الشبابي الشهيرة. المقمع لحمد عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، سبق أيضا له في أرضية هذا الميدان ميدان المرموم أو المقمع. سياف لمحمد بساري بن بلوش المزروعي، هذا الشعار شعار محمد بساري بن بلوش المزروعي، يدفع باسمين شيذمان وسياف، فعلى ما أعتقد أن الاسم اللي يعول عليه محمد بن ساري بن بلوش سياف،
الشيذمان ايضا من الاسامي القويه، بس سياف شفنا له عده سبقات من الحلال اللي ترشح في هذا المساء، فابو ساري دائما نشوف له مشاركاته في اشواط الرموز وريال له وصله في مثل هذه الاشواط. مميز لاحمد بن علي محمد بن نواس الكتبي من اخطر الاسامي اللي ترشح بشعار بن نواس، ومميز ايضا من اخطر الاسماء اللي ترشح في هذا المساء في هذا الشوط. ايضا مشب لمهنا بن حمد مهيا العفاري ايضا شفنا له عده سبقات، ايضا معك الشبابي احمد بخيت بن كراز السبوسي ابرز الاسامي المشاركه في هذا الشوط بحكم انجازه وسبقه في ميدال مرموم تسجيله لافضل توقيت، فابو محمد يدفع بهذا الاسم الشبابي احمد بخيت بن كراز السبوسي. معك طال عمرك بحر لعبد الله بن غصاب مصبح راعي الطيره العامري من الاسامي اللي ترشح، بحر لعمر بن غصاب راعي الطيره، سمران لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالث على الرمز، شعار بن زيتون شفنا ايضا مشاركته في الفترة الصباحية سابق ومنافسات في بقية الأشواط، مبهر لحمد بهدي بن بطي من دميثان الشامسي شفنا له أيضا سبق في ميدان الوذبة من الأسامي اللي الترشح، مضبوط لسال بن دغاش محمد العامري خامس على الرمز، نايف لمعيوف بن حمد المتعب العامري سبق أيضا شفنا له في ميدان الوذبة، مبهر لسيب بن عوض الرشاش البلوشي شفنا له سبق في ميدان الشحانية في دولة قطر، لفان لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري أيضا شفنا سبقه في ميدان الوذبة، ومهذب لأحمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيلي ثالث على الرمز وثاني على السيارة في ختامي الشحانية في دولة قطر، وبدران لمحمد سلطان مطر أمر خان الكتبي شعار صعب المضمرين أيضا حاضر، المارد لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي، علي بن سعيد دائما مشاركاته في أشواط الرموز تكون فعالة، المارد أيضا من الأسامي الخطير اللي ترشح الليلة، قاسيم دافود كالعادي يشارك أيضا في هذا الشوط باسمين الجذاب والجرادي اسمين أيضا في هذا الشوط، بقية الأسماء قلت ترشح أبو خليفة 39 اسم، بس أنا رحت طال عمرك في هذا الشوط مع سمران لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالث على الرمز، وشفنا مشاركة أبو سعيد في الفترة الصباحية وقبلة حلال وهذا القعود شفنا مشاركته ثالث على الرمز. طيب. ومشاركته سمران للمجازف أبو محمد والله القعدان ذكرها أن أبو مبارك ما قصر ماضيها وحاضرها، الحال كله كفو، عندك مشاغب بالحزمي رابع رمز الوثبة شعار بالحزمي دائما سجل الحضور في هالمهرجانات، عندك الشبابي اللي هو ملك أحمد بن كرازة من أقوى القعدان شفنا له حضور في تمهيدي المرموم قبل مهرجان الوثبة، سجل تيم وسجل نهاية وسجل ركض ملفت الأنظار وكل الناس طعمك تترقب هالقعود بطلوع على المستوى اللي عهدناه، عندك المتحد كاسر التيم في مهرجان الشحانية اللي هو باسم محمد ماجد البريص قعود سبوقه راح يكون له حضور، عندك لفان عبد الهادي بن ترحيب من أقوى القعدان، فعسى الله يوفق العدان في قعود مشاري شاري احمد المطر بن ماجد الخيلي ما اعرف اذا هو مهذب او اسم ثاني عنده جاي ثاني في الوثبه قعود سبوق اذا كان له حضور ممكن يكون خطير نعم، وشفنا شعار بن مايد ما شاء الله. والله انا رحت عند اشقر مشاغب لاحمد بن الحزمي بن قناص العامري والقعدان احترنا فيه، لكن كل انسان له وجهه نظر في الترشيح. في اضافه للشوط نروح ترشيحك فقط، شو ترشيحك ذكرني؟ أنا رشحت قعود مهذب أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مهذب. إذا نذهب مشاهدينا الكرام لشكم أنا مهذب بس قول عطشان من ماكم. يا سلام. نذهب مشاهدينا الكرام إلى أول أشواط الإنتاج ورموز الإنتاج، ونبدأ مع انتصار عامر بن محمد بن زايد المنصوري، احتياط مظفر بن محمد بن خموشة العامري، زاخر خليل بن راشد بن علي الشامسي، زومة حمد بن سعيد آل سالمين المنصوري، أعياد محمد زوم عفوا لحمد بن سعيد آل سالمين المنصوري، أعياد محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، المتحدة سهيل بن رملي بن محمد العامري، وهايب مطر بن عبيد بن محمد بطبيعة الكتبي، مستذيرة لعلي بن دحبة بن سعيد بن زفنة العفاري، منحاف لمطر بن سعيد بن عيسى عفوا بن مطر الفلاحي، الوارية لمحمد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، ضبا لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، سرابة لحمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيالي، حمية لسالم بن مسلم بن غزول العامري، ريفال لعبيد بن خيرات بن دودة بن سيف العامري، مثل لسعيد بن قاشط بن سعيد الشامسي، سحابة لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، جمايل لصالح بن يابر بن صالح العامري، الضبي لعبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري،
وكذلك نوادر اهتمام لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري، غير لمحمد بن حمد بن سعيد المنصوري، غنايم لمطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي، السليمانية لسعيد بن منانه بن غدير اشتبي، قمر لسعيد بن مبارك بن سعيد بن مبارك بن مرخان الكتبي، الزعفرانة لربيع بن علي بن ربيع الرزق العجمي، الشاهينية لسهيل بن بخيت بن ناصر العامري، قوة بيشان بن محمد بن فهيد العجمي، روعة لسيف بن سعيد بن محمد بن الكيله العامري، معركة لسالم بن سعيد بن منانه الكتبي، راهية لعبد الله بن رمني بن محمد العامري، شواهين مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي، إعلان لسالم بن محمد بن سالم العفاري، الذهيبة لعويضة بن حمد بن سهيل العامري، وجدان حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، بخت مانع بن فري بن مانع الرزق، وشواهين سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. هذه هي الأسماء التي ستشارك معنا في أول رموز الإنتاج في هذا اليوم وهذا المشهد الجميل الذي نتابع. هناك الترشيحات، عصام يروح مع معركة، رامس يروح كذلك مع الضبي، وعلي سالم أبو داود يروح مع معركة، وعبد الله بن بهيان العامري يروح مع الضبي، وسيف مبارك الحبسي الضبي، ومبارك بن حمد بن نايفة الضبي. هذه هي ترشيحاتنا. وتفضل أبو حمد. أبو محمد عندك الشوط. والله أبو خليفة الحال ذكرته كلها، ونعم ماضيها طيب وحاضرها طيب وملاكنا طيب. انتصار بشعار محمد زايد المنصوري، شفنا له حضور في فترة الصباحية، سجل له نقطة وتيم 49، وهي بكرة سبوق، وأبو زايد دائما ما يحط المطية إلا في الشوط تكون عندها الكلمة تسر. احتياط مظفر بن خموشة، شفنا لها مشاركة في الوثبة، ومظفر يحافظ على نقاط البيرق على أساس عمره كان منافس في بيرق الانتاج. الزاخر الخليل بن راشد بن علي الشامسي سابق في المرموم، زومة صاحبة الرمز اللي انعلن انسحابها بن سالمين، عندك عياد محمد عبيد بن عيد المنصوري، طيار الوثبة دائما له حضور في أشواط الرموز، المتحدة سابقة في المرموم السيد بن رملي العامري، وهاي مطر عبيد بالضبيع يكتبي شفنا لها مشاركة طيبة، عندك مستثير الدحبة علي بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري، هذا الشعار دائما منافس في الرموز، عندك منحاف المطر عيسى الفلاحي شفنا لها مشاركة في الظفرة ومسجل أفضل توقيت، وشفنا لها مشاركة في ميدان الوثبة وسجلت أفضل توقيت، شفنا لها مشاركة في المرموم مسجل أفضل توقيت، منحاف تنعدم على رأس القائمة المطر بن عيسى الفلاحي، هذا الشعار شفنا مشاركته في مهرجان الوثبة ماخذ رمز اللقاية المحليات، واليوم طال عمرك نازل بكل حلالها في الرموز، عسى الله يوفقه أبو محمد. عندك الوارية محمد حمد مطر عميره الشامسي بن عميرها، شفنا مشاركته في مهرجان الوثبة حصل على رمز، الوارية يمكن قل الجهوز عندها ما يسعفه ولا كم استوى البكرة سبوق وتصنف من الحالة مات الرموز. عندك ضبا عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، ضبا شفنا مشاركة في المرموم مسابقة، وضبا طال عمرك خالد عبد الله بن خالد المهيري ما حطه في شوط إلا طال عمرك يتأمل منها رمز وعسى الله يوفقه وحارب. عندك سرابة حمد سعيد بن زاهر الخيالي شفنا لها مشاركة طيب، وهذا الاسم عملاق في مجال الركض وعسى الله يوفقه بن زاهر. عندك نعم. حمية لها عدة سبقات في المراكز التمهيدية باسم راعيها سالم بن سلم بن غزول العامري. عندك ريفال عبيد بن خيات بدودة السيف العامري شفنا لها مشاركات فعالة، وهذا الشعار دائما لحضور راعي سمحة. نعم. مثل سعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي شفنا لها مشاركة طيبة في التمهيديات، سحابة علي بن راشد مبارك المنصوري بكرة طيبة وراعيها يتمل منها رمز، جمايل صالح جابر العامري هذا الاسم ما يحط مطيف الشوط بخليف الله مغيمها مصنفها من الحلال اللي تنافس على الرموز، الضبي سابقه في المرموم العبد الله بن مصبح راعي الطير العامري واظني تقريبا الرابع الرمز في الوثبه تنعد على راس القائمه، نوادر عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري بعد بكر هاي سبوق وتامل من وراها رمز عسى الله يوفقه، غير محمد بن حمد بن سعيد المنصوري اختام الوثبه شفنا لها مشاركه طيبه، غناي مطر عبيد بالضبيع يكتبي، السليمانيه على راس القائمه سعيد بن منانه بن غدير يكتبي منافس على بيرق الانتاج وعسى الله يوفقه. نعم. هالبكره راح تكون في مثلث الذهبي والعلم عند الله. عندك قمر سعيد مبارك سعيد مبارك مرخان يكتبي عسى الله يوفقه شفنا لها مشاركه طيبه في مكاتب التمهيديات، زعفرانه ربيع علي ربيع رزق العجمي شفنا لها مشاركه طيبه في التمهيديات، الحلال أبو خليفة كلها طيب ولو ذكرنا ماضيها يبنى وقت لكن احنا ما بناخذ وقت البرنامج، الشاهنية
سهيل بخيت ناصر النوبي شفناه مشاركة في حمران وفي الوثبة. نعم. قوة بيشان محمد فهيد رزق العجمي من أقوى المرشحات، روعة سعيد محمد بالكيل العامري بكره لها ماضي طيب، معركة سام سعيد منانة ثلاث على السيارة شفنا لها مشاركة في رمز الانتاج، وابو سعيد دائما لها حضور في اشواط الرموز، راهي عبد الله بن رمي العامري شفنا لها مشاركه طيبه، شواهين مبارك احمد مطلق يلي راعي الدانه منافس على برق الانتاج وعسى الله يوفقه، اعلان سالم محمد سالم العفاري شفنا لها مشاركه في حمران سبوقي بكره، الذيبه عويضه حمد شيل العامري هاي بكره دائما منافسه على الرموز وبكره تنعد من الحلال المصنف في هذا الشوط، وجدان طيب. سابقه في الشحانيه حمد جار الله حسين البريدي هذا الشعار دائما حضوره يكون مميز وعسى الله يوفق ابو جار الله طيب. بخت مانع فرج مانع رزق العجمي شفنا لها مشاركه طيبه، شواهين سعود سالم علي متعب السعاق هذا طعمك اخواننا مشاركين من الشحانيه وعسى الله يوفق جميع المشاركين. شو ترشيحك؟ والله انا رحت عند الضبي بشعار راعي الطيره الضبي. وعسى الله يوفق جميع الحال في حلال سبق ابو خليفه، لكن تظل الترشيح وجهه نظر صح وتوفيق الله قبل كل شيء. محمد عندك اضافه؟ تروح مع الضبي. انا مرشح الضبي والسليمانيه بكره سعيد بن منانه بتكون رقم صعب في الشوط بالاضافه لاخواننا مشاركين، لكن السليمانيه بتكون وكذلك عراس القائمه. عراس القائمه عندنا كذلك جمايل بكره صالح بن يابر العرب ذيلا ما شاء الله يكون نخبه من الانتاج الطيب والله يوفق ان شاء الله. مبارك عندك إضافة وترشيحك؟ غير محمد بن حمد سعيد المنصوري سبقه الوثبة كان توقيته أيضا مميز 44 كان توقيته. عندك طال عمرك وجدان لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، هذه طال عمرك من أقوى الحلال سبقه في الشحانية، ودائم حمد بن جار الله يكون شفنا مشاركته في ميدان الشحانية ومنافساته في شوط الرموز الثاني في شوط الرمز، والشعر خالد يدفع بوجدان وهي من أقوى الحلال. فالضبي ونوادر لعمر مغصاب راعي الطير العامري، الضبي هي من ابرز الحلال اللي ترشح، انا رحت مع الضبي. نعم. لعمر مغصاب راعي الطير العامري. نعم. نذهب مشاهدينا الكرام لاخر رموزنا في هذا المساء ورمز الجعدان مفتوح انتاج، نبدا مع ناصي لمحمد بن الحزن بن قناص العامري، محراق لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، نسناس فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي الدمنتي، احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي، مشوش مانع بن محمد بن القطام السويدي، فريح محمد بن عتيج بن عبيد بن عاضد المهيري، خداع لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، متعب محمد بن علي بن سعيد الرايح العليلي، ضجيج لخالد بن حميد بن حارب المهيري، هداد عبيد بن خيرات بن دودة بن سيف العامري، صايب راشد بن محمد بن الشرق العفاري، الذيب محمد بن سالم بن سعيد الدرعي، اليذاب لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، بدران حمد بن محمد بن سهيل العامري، راهي خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي، شاهين محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، الفارع لعلي بن سعيد آل سالمين المنصوري، مياس مانع بن يمع بن خميس بن الغويص السويدي، العازمي خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، جدير محمد بن سهيل بن خيرات العامري، شاهين سلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، شاهين سيف بن غصاب بن محمد العفاري، بارود أحمد بن محمد بن قضيب العليلي، الذيب يابر بن صالح بن يابر العامري، الماركة بيشان بن محمد بن فهيد العجمي، سحاب سالم بن حمد بن سليم العويسي، الرمادي حمد بن أحمد بن مطر الخيلي، شيبان حمد بن محمد بن فهيد العجمي، ملبي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، كفو مسلم بن بخيت بن ناصر النوب العامري، ومخلاب عماد بن غريب بن سعد الجنيبي. هذه الأسماء المشاركة معنا مشاهدينا الكرام، والترشيحات أمامكم. عصام يروح مع الماركة، رامس يروح مع شاهين، أبو داود يروح مع الذيب، وعبد الله بن بهيان محراق، وسيف بن مبارك الحبسي محراق، وشاهين يروح مع مبارك بن حمد بن نايفة. هذه ترشيحاتنا ابو حمد، تفضل نتكلم عن الشوط. اتمنى ما تعيدون تكرار اسماء الشوط، عطني المرشحات الابرز فقط. تم ابو خليفه عندنا 31 اسم مشارك في الشوط هذا، من ابرزها الناصي مملوك محمد بن حزم بن قناص ثاني على الرمز، كذلك عندنا محراق قعود سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وصيف الرمز فوتو فنش في ميدان الوثبه، ومن وانا حطيت ترشيحي عليه بحكم ماضيه وركضه الطيب عسى الله يوفقه ان شاء الله. عندنا الدمنتي من اقوى قاعدين مرشح ابو خليفه في هذا الشوط قعود احمد بن سعيد بن سالم الرميثي، الدمنتي مركض في التمهيديات هنا وحاصل على تواقيت طيبه، والليله نشوفه مشارك في شوط الرمز الله يوفقه ان شاء الله.
كذلك عندنا شاهين مملوك عفوا الفارع مملوك حمد بن سعيد بن سالمين ثالث على الرمز في ولي العهد. كذلك عندنا صاحب الرمز في مهرجان ولي العهد ومن أبرز المرشحات شاهين المسلم بن حمد بن متعب العاملي عسى الله يوفقه إن شاء الله يوفق جميع المشاركين. أبو خليفة شوط إنتاج وفيه قاعدين سبق مبون هنقد شاركن في أشواط الرموز وحصلنا على الثاني وثالث وفيها اللي توهن أول مرة يدخلن في أشواط الرمز عسى الله إن شاء الله يوفقهم. عندنا بدران قعود بن عويضان هالقعود ما شاء الله مستواه طيب له عدة سبقات ثاني دائما في الرئيسيات الثاني في اللبسة في مهرجان محمد بن زايد وقعود سبوق ونتمنى له إن شاء الله التوفيق بإدارة حمد بن محمد بن عويضان إن شاء الله أنها يضيف طيب. نقطة في هذا المهرجان لشعار بن عويضان نعم. قاعدين كلها نسبق ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله أبو خليفة. طيب ترشيحك راح مع محراق محراق طيب ترشيح ليش راح مع محراق؟ محراق أمس قاد الشوط لين قد الدون يا ثاني على الرمز وتوفنش في اختام الواثبة وركاب سبق حارب مغير سبق قعود حارب مغير وقعود ما شاء الله سبوق وعند ريال يعطي مطيها مستواها عند دري ما شاء الله مطيها السبوق توصل مستواها. ترشيحك ابو بارك راح طال عمرك مع محراق السالب بن احمد بن دري الفلاحي ولا ننسى خداع سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي من الحلال اللي ترشح ولا ننسى ايضا شاهين لمحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي ايضا من اقوى الحلال اللي ترشح في هذا المساء. بس انا راح ترشيحي مع محراق لسالب بن دري الفلاحي. محمد ترشيحك راح؟ والله انا رحت عند شاهين مسلم بن حمد المتعب صاحب رمز ولي العهد وشوف ابو خليفه الشوط قعدان كلهم سبق كان فيه ثلاثه قعدان اذا ادمنتي رد على مستواه اللي كنا نعرفه من ادمنتي بحضوره في التيمات اللي سجلهن يقعد راح يكون صعب لكن غاب فترة ما نعرف شو ظروفه. اليوم ما حضر رعي في الرمز إلا هو طال عمرك اعتقد انه جاهز وان شاء الله انه يكون جاهز. عندك ادمنتي ومحراق وشاهين والسنة ترشيحه عند شاهين مسلم بمتابع عسى الله يفوق الجميع. نعم نشوف جاهز ترشيحات الجروبات. نعم نتابع ترشيحات الجروبات مشاهدينا الكرام لأشواط الرموز الأربعة في هذا المساء. في كثير من الجروبات رشح وانذار ونحن نستسمح منهم لأن رشح وانذار انسحاب من الشوط. هذا أي جروب؟ هجن 30-30 يرشح اعذروني بذكر المطية فقط للوقت يدركنا دمعة المجمع ووهايب وناصي. الجروب الذي يليه جروب تراث الهجن لصائل انذار الشباب السليمانية وكذلك محراق. تراث الهجن انذار الشبابي زوما محراق. جروب القمه انذار الشبابي زوما محراق. نخبه للاصايل كذلك انذار نايف وزوما وناصي. جروب وادي السيل انذار اشقر زوما شاهين. نعم هذه الترشيحات يا اخواني فقط اليوم الجروبات يمكن نقدر نقول انه كم جروب شاركوا؟ كم جروب اخواني ما يمكن اول مهرجان بعدهم ما سخنوا الشباب. لا لا اليوم ست جروبات فقط ما سخنوا بعدهم يبالهم بنتعدى ال 20 جروب. نحن نشكركم اخواني عفوا خليفه الله يسلمك. نحن نذهب لقاء هيثم الطائي ومن ثم بنروح نكمل لقاءاتنا في الميدان. شكرا ابو مبارك شكرا ابو حمد شكرا ابو محمد اتمنى لكم التوفيق في اول ملتقى للترشيحات باذن الله. اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بيكون ختامي مبهر وجميل ورائع للجميع سواء الملاك او المحللين او كذلك المطمشين او المتابعين. نذهب للزميل هيثم الطائي تفضل هيثم. شكرا لك زميلي عصام متواجد في قلب الحدث قبل انطلاقة هذه الأشواط النارية من تحفة الميادين من ميدان المرموم وهذا المهرجان العزيز والغالي على قلوب الجميع ختامي الختاميات مثل ما شاهدنا في الفترة الصباحية الأشواط النارية وكذلك الحين في هذه الفترة أشواط قوية ومنافسة حاضرة في هذه الأشواط. متواجد حاليا مع سالمين النعيمي. سالمين بداية أحب أن أرحب فيك وخبرني مهرجان هذا وش رأيك به؟ والله مهرجان الفات عله معين وغالي عقلوبنا طال عمرك سماء ومشارك إن شاء الله ويهامه. من متى عاد للمهرجان هذا؟ هذا أسبوع مجوب ابتدي من متى مجهز للمشاركة في هذا المهرجان؟
والله مجاهدين له بالعام ركضنا الوثبة وسمع وحيد هنيك يجينا. أول مشاركة لك اليوم؟ هي أول مشاركة. نعم. الشوط الخامس. نعم. شو خبرني وين توقعاتك؟ كيف بيكون الشوط؟ إن شاء الله إن شاء الله في الدوريات. إن شاء الله. أشواط بتكون قوية. نعم قوية نعم حطم الثيم طعم. اليوم متوقعين أن يجيبها 40 اليوم. توقعاتك في الجو هذا 40؟ 40 يجيبها هي. اليوم الليلة بيجيبها 40. 45. 45 الماكسيمم. هي بيجيبها الليلة. أشواط الرموز شو توقعاتك بها؟ هن الرموز بيجيبها الليلة 40 45 بيجيبها. الخطورة وين قصدك؟ الخطورة في الرموز. أقوى رموز بكار. البكار؟ هي البكار هي. عندك اسم معين؟ مرشح عنه؟ لا ما مرشح الى الله. اليوم ما جماعة اليوم طلع الليلة. والنصيب طلع منك عند الله سبحانه وتعالى. عندك مشاركات قادمة في المهرجان بالرموز؟ نعم مشاركين العام مو بالعام عام الأول. الشوط الخامس ثابت إذا كثر. وبعناها خلصناها لعناها. ومن هاك من أول العام وأنت مثلهم مثلين اليوم؟ لا مثلين مشترك في الرئيسات من السبعينات. السبعينات موجودين نركض. من السبعينات لليوم شو الأشياء اللي تشوفها جديدة حصلت في هذا العالم؟ العالم والله كل شيء الحين الحمد لله تطور. أول كان ركبية الحين جاء آلي حطمنا التيمات الحين حطمنا وجبتنا ارتفعت 5 مليون 7 مليون 8 مليون وصلت الجمال استوى. نقدر نقول الكواليتي تغير؟ تغير نعم تطور فيه استوى في الركض تطور من ناحية الحلال والحلال والتمييز طال عمرك الرشات وكل شيء طال عمرك فيها تطور. عندكم مشاركات في المهرجان في الرموز؟ لا الحين الشوط الخامس وجات بس يعني الفالكم التوفيق ان شاء الله. امين. عاد بنشوف اللي موجودين هنا بالتوفيق وبنشوف. شو اخبارك؟ شو اول شيء عرفني عن اسمك؟ محمد سعيد سالمين النعيمي. محمد شو عندك هنا؟ شو تسوي؟ والله نطمش بس نطمش. شو رايك في هذا العالم عالم الاصايل وعالم الرجاب؟ والله فنان حلو. عاد بنشوفك في يوم من الايام انت اللي بتكون المغمر وانت ان شاء الله. الجهاز بيكون عندك ولا عندك؟ عندي. عندك؟ نعم. من الحين نقدر نقول بديت في التعلم للخطوه هذه؟ نعم. شو توقعاتك في شوطكم انتو؟ توقعاتك التحريك متى بيكون؟ عند كيلو. كيلو؟ ايه. زين. سعيد بن عبد الله. سعيد بن عبد الله. الحين انتو لا تتضاربون عاد على الجهاز؟ لا ما نتضارب. اهم شيء عاد يكون في تعاون بينكم وتنسيق بينكم. مره عند الضرب عند الهزب كل شيء. الهزب عندك وانت شو عندك؟ الضرب. انت شكلك بتعق السفره من فوق ان شاء الله. يعني بالكم التوفيق ان شاء الله. اذا زميلي عصام اعود لك بالكلمه تفضل. نتواصل معكم مشاهدين الكرام من الميدان وإجراء لقاءاتنا الميدانية. واليوم يوم رموز الحقائق. طبعا الأجواء مختلفة بتشوفون أعداد كبيرة والكثير متواجد لانتزاع رموز الحقائق سواء أشواط المفتوحة أو كذلك أشواط الإنتاج. إذا ما تحدثنا عن أشواط المفتوحة في كثير من المرشحين من أبرزهم كذلك عناوين لحمد بن ناصر الحرسوسي اللي بنحاول نحن ناخذ علوم عناوين وكذلك إنجازات عناوين وسلالتها قبل مشاركته في هذا اليوم. رحبك ويانا. مرحبا يا أخوي عصام. نتشرف أن أظهر على شاشة دبيري سينك وتشرفنا والله فيكم وفي اللي معك كلهم. اليوم عناوين دفعت بها في شوط رمز شوط رئيسي في ظل التواجد الكبير والأسماء اللي لها ماضي ومنهم عناوين. خبرنا عن ماضيها. والله عناوين سابقة في ميادين فرعية لها عدة سبقات في ميادين فرعية والحمد لله حلناها لهذا الشوط وإن شاء الله متكون من لها النصيب الأسد. شو سلالتها؟ والله سلالتها المتحد الأصفر بعيد العاص وأمها مهجنة. أهلتها في ميادين فرعية. اليوم أنت في ميدان المرموم. وين الميادين الفرعية وين ميدان المرموم؟ يعني صعب الموضوع في ميدان المرموم ترى. والله إن شاء الله بتكون لها نصيب الأسد إن شاء الله. ما أهلتها وما جهزتها للشوط إن شاء الله. نصيب الأسد؟ نعم إن شاء الله. تدفع ولا في الامتار الاخيره عندها انطلاقه؟ والله تلحق بكره. تلحق؟ نعم ان شاء الله. رسمت لنا نصيب الاسد. ها؟ يمكن بعد انسحاب انذار من انذار
ما شفنا الكش، ما شفت الكش، ما شفت الكش، ما خفت من حد الحمد لله. ما شفت الكش؟ لا والله متكل على الله. نعم صعبة عليها يا الحرسوزي، ان شاء الله بيجي بالخير بشرك. اهلناها الشوط الاول وان شاء الله بيجي الخير. شو رايك؟ والله عناوين احنا ما اهلناها هذا الشوط اللي هي كفو وتقدر له، واحنا اللي قدم في ذي الشوط يعرف ان عنده سبوق ومهلها ويتوكل على الله ونصيب بيد الله. نعم وان شاء الله ان هلها نصيب الاسد ان شاء الله اليوم. اتمنى لك امين ان شاء الله. الله يوفقنا ويوفقك. وين بتحول؟ منو بينادي؟ فنادي الخبير، الخبير بينادي. حي مساكم الله بالنور والسرور. يا مرحبا يا هلا والله. عناوين شو ظنك اليوم يا عم؟ والله ظني ان شاء الله حندينا اللي علينا والباقي على الله، اذا مكتملت الصحه والبكره مستقبل ان شاء الله بتدي اداء طيب. عسى يوفقنا فيكم ان شاء الله، ونشكر شيوخنا وداعمين هذا المهرجان، بيض الله ويهم ومن نور الى نور، ويا الله يوفق الجميع ان شاء الله. وياك الغالي. عسى بيض الله ويوفقكم، ونشكركم بعد انتم هالقناه اللي تطول اعماركم. تسلم. حاضرين حاضرين. نتمنى لهم التوفيق، شوط ناري، نذهب الى هذه اللقطات ونعود كذلك لاستكمال لقاءات اخرى. نتواصل معكم مشاهدين الكرام، وعندما نحضر إلى ميدان المرموم دائما نحن نرحب بكل ضيوفنا سواء من المملكة العربية السعودية أو من القادمين من أي بقعة، نقول يا مرحبا بالجميع. الشوط الأول عندنا غزل للقرشي، شعار القرشي اللي تعرفونه دائما ما يكون له نصيب كبير من ناحية انتزاع الرموز أو الأشواط الرئيسية. نرحب بك ويانا، وفي البداية نتمنى لك التوفيق. عرفنا على غزل، إنجازاتها، سجلها وحظوظها في هذا الوقت. غزل شبوك تحم مخدينها من السعودية وعلى غزيلان الرياسة. شو ماضيها؟ والله عندها سبق السعودية. نعم. في ميدان؟ في ميدان الوجه، ميدان العيص، وظن تبوك بعد سبقت. عندها ثلاث سبقات. نعم. تدفع ولا؟ لا نوع الحلال اللي يلحق ولا يدفع؟ لا تقوم في النص. ضيعتني، تلحق تقوم في النص. تقوم في النص. نعم. شو الشعار اللي يخوفكم في البداية ممكن يكون؟ كل الشعارات مرشحة وقوية. أنت اللي بتنادي عليها؟ أنا والشيخ بنادي عليها بعد. والشيخ؟ نعم. طويل العمر رحب بيانا. مرحبا. ونتمنى لكم التوفيق. وياك إن شاء الله. يوم جميل ورائع في أول أيام مهرجان ختام المرموم، والتنافس هذا تنافس الإخوان والأشقاء. صحيح. صحيح، وحنا ما جينا لجنة التنافس القوي. نعم. اللي موجود في ميدان المرموم. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. تتوقع بيكون الشوط من نصيب غزل؟ إن شاء الله. ما قل طرام في الشوط اللي احنا متهقوين فيها ان شاء الله مشيئة الله. نعم. الاسم الخطير عليكم؟ والله كل الاسماء خطيره، ما حد قدم في الشوط هذا اللي هو متهق في اسم التحقيق. ما احنا شيء محدد بالضبط، لكن كل الاسماء قويه. نعم نتمنى لكم التوفيق. واليوم حاس انت من ظهرت من العزبه حاس بتاخذه الله كريم ولا متردد؟ الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله مشيئة الله. ويا مرحبا بكم. مرحبا. مشكورين اخواننا دائما مبدعين ومتميزين من المملكه العربيه السعوديه، مشاركاتهم دائما تكون مشاركات رائعه. وشعار قرش انتم تعرفونه، ما يحتاج اني انا امدحه ولا اثني على هذا الشعار، دائما يكون له حظ كبير في الاشواط الرئيسيه والرموز. لقطات ونستكمل معكم ما تبقى كذلك من لقاءات قبل انطلاقه اشواط المساء.
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، وكذلك ما ننسى الأشواط اللي هي الثانية والثالثة والرابعة والشوط الأول جعدان مفتوح إنتاج. عندنا مشاركة مميزة من كذلك مشب، ومعنا في هذه اللحظات رميص العامر. رحبك ويانا وخبرنا عن ماضي مشب. مرحبا وسهلا عصام. أولا مشب سبوق، ولكن تعرض لمعكات صحية وضلاع، وإن شاء الله متملين منه خير ندخل الشوط الأول شوط البندقية المفتوح، وإذا هو إن شاء الله بكامل بصحته إن شاء الله إنها ما يطيح من الخمس. إن شاء الله ما يطيح من الخمس. صعب الشوط عليك؟ ها؟ ما عندك مشكلة دام عندك سبوق إن شاء الله تبكل على الله. إنتاجك؟ لا لا، هذا قعود شوط القعدان المفتوح مو بالإنتاج. مفتوح. نعم. مفتوح. شو مشاركات السابقة؟ شو سجله؟ والله القعود يا مركض وسابق في الساد، وعلقنا آخر مرة سابق في التعليق، وبس القعود تعرض الضلع وعرقلته من المشاركات الخارجية. ظنك الشوط بيكون خطير ما بين أي أسماء؟ والله في قعدان كثير مرشحة، ولكن سن الحقائق سن متغير، المطية متحصل قبله والأجهز هي اللي بيحلف الحظ، وكله قسمه نصيب. يلحق القعود؟ لا والله من النوع اللي يقوم قدام. يقوم صعب الشوط عليه. انقام قدام إن شاء الله ما يلحقونه. ما يلحقونه. شو توقعاتك للتيم؟ والله تيم قوي، ولكن الجو حر والجو مستقر، بس ما 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 عندي تيم معين اعطيك. اشوفك والله ان حفزان حر ومستقر. لا ان شاء الله السلامه تروح بوابه 11. بوابه 11؟ اي نعم. وبيطلع راس وبيختم راس؟ والله هذا المتملين فيه. متمل؟ نعم ان شاء الله باذن الله. كل بتزيد الاوامر عليه وين؟ والله هو الروح يسد عمره. روح يسد عمره؟ اي نعم. اتمنى لك التوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. اشعارات خطيره. شو نسوي؟ قادمة من اللقاء اللي من الداخل واللي قادمة من الخارج، لازم نشارككم، والمشاركة في ختام المرموم هو بحد. شاركت في سيف العرب الصبح؟ لا لا، أخذت لك نقدي ولا سيارة ولا؟ ما عليه. أول مرة بدخل عنده في الرموز، وعقب بنقيش نبضة شوية. يمكن استعجلت في قرارك دخلت في الرمز. يقول لك عزب وعند أهل العزم تأتي العزائم. احنا ان شاء الله نتنومس. اذا ما سبقت وين تتوقع تكون؟ جاي مركز. والله على هو على المركز اليوم وحدد مستواه، اما طعمك ياخذ نصيبه ولا نرده لاشواط الدول. تردد؟ اي نعم، لكن هنا اول شيء المحك في الاشواط القويه. اول شوط قوي للقلب. انا عن نفسي ما دخل من الشوط الضعيف للفوق، دخل من الشوط الاقوى عقب التحت. يا ناجحه هذه ان شاء الله نتمل. ناجحه هنا يا ابوي، هنا هوامير ما عليه. كان خذيت لك سيارة ولا خذيت لك نقدي؟ يمكن نسوي لهم كش ملك. ها؟ ايه؟ يمكن كل شيء جايز. شطرنج. كل شيء جايز، اشوف تصريحك قوي. ان شاء الله متملين بالله. نسوي لهم كش ملك؟ ممكن. كل شيء جايز. كل شيء جايز. شكرا لك. مرحبا. اتمنى لك التوفيق. وسهلا. وان شاء الله مشب. يشب عليهم. يشب عليهم. اتمنى له التوفيق، ومثل ما قال كذلك يمكن كش ملك يمكن لا، هذه كلها حظوظ عند الله، والله يوافقه على هذه الروح المتفانية وهذه الروح الجميلة، والله يوافق كل المشاركين معنا في هذا المهرجان. لقطات ونستكمل معكم بقية اللقاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أجمل تحية من الإمارات بلد الأصالة وطن السلام وطن زايد طيب الله ثراه وانطلاق منافسات المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. ونحن نبدأ الصفحة الأولى في كتاب هذا الحدث الحضاري التراثي ومنافسات رموزه الغالية التي يتوق جميعا للحصول عليها. هذا العالم الساحر عالم الأصايل الذي رسم بدايته ومنهجه صاحب الفضل على هذه الرياضة الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه. هذا العالم الذي استمر بفضل مواصلة التوجيه الكريم لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ومده بالصحة والعافية، والاهتمام اللامحدود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد أبو الراشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي بهما تستمر هذه الرياضة وتواصل الازدهار، والدعم الكبير والدعم الكبير لرياضات الأصول والجذور لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، والرعاية المستمرة الدائمة لهذه الرياضة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم.